توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو موضوع النهاردة يعني هو مش خاص بالهارت بس، يعني الموضوع ده مش خاص بالهارت بارت فقط، ان احنا نسجل النشاط الكهربي لأي عضو في جسمنا. ده تقريبا معظم أجزاء جسمنا أو معظم أعضاء جسمنا احنا بنسجل لها النشاط الكهربي بتاعها. بمعنى يعني ممكن أسجل النشاط الكهربي للمخ عشان أتعرف مثلا على مرض الصرع أو ما يسمى الإبيليبسي، ممكن أسجل النشاط الكهربي شبكية العين عشان أعرف إيه أخبار المستقبلات اللي موجودة بتاعة الرؤية اللي موجودة في العين، ممكن أسجل النشاط الكهربي للأعصاب عشان أعرف أي مشاكل في الأعصاب أو التهاب في الأعصاب الطرفية زي ما حصل في مرضى السكر إلى آخره، ممكن أسجل النشاط الكهربي للعضلات عشان نشخص بعض أمراض العضلات زي المايسينيا جريفز إلى آخره. يعني اللي أقصده إن إحنا ممكن نسجل النشاط الكهربي حتى للجلد عشان نعرف وظائف الجلد نفسها، هل الجلد ده إنتاكت ولا فيه مشكلة مرضية ولا إيه الموضوع بالظبط. يعني اللي أنا أقصد بيه الكلام إن هو تسجيل النشاط الكهربي لأي عضو في جسمنا ده بيعكس الفانكشنز بتاعته. أي خلل وظيفي بالتحديد ده ممكن يأثر على شكل النشاط الكهربي لهذا العضو، ومن خلال التغير ده ممكن نشخص أمراض كتيرة. والحقيقة إن تسجيل النشاط الكهربي للقلب بيشخص أعتى الأمراض اللي في القلب، يعني أعتى الأمراض المتمثلة مثلا في مرض أمراض هنسمعها إن شاء الله في الإي سي جي. المرض مثلا لو قلنا مايوكارديال إنفاركشن، يعني جلطة في القلب، دي ما أقدرش أجزم إن في جلطة في القلب. يعني الحقيقة يعني في حاجات كتير، وسائل كتير ما بتقدرش تساعدني، يعني الحالة الإكلينيكية بتاعت العيان، الأشعاعات، الكلام ده لا أستطيع أن أجزم أن هناك جلطة في القلب إلا بتسجيل رسم القلب، يعني من خلال موجات معينة بنشوفها في رسم القلب أو تخطيط القلب من خلالها بعرف إن في مشكلة في القلب. نفس القصة في المخ، يعني من الحاجات من أعتى الأمراض اللي في المخ مثلا اللي هو لو حصل جلطة في المخ أو نزيف في المخ أو حصل الإبيليبسي. يمكن الجلطة أو النزيف ممكن يظهر في الأشعة، لكن الإبيليبس اللي هو مرض الصرع ده، مرض الصرع ما بيبانش إلا في تسجيل رسم المخ، يعني رسم النشاط الكهربي للمخ يبان فيه المرض اللي، لكن ما بيبانش في الأشعة. يعني واحد لما يكون عنده صرع كده ويجي لك بين النوبات وبعضها، يعني النوبة مش عنده دلوقتي، الأتاك مش عنده، وبعدين تقول له يعني مش شخصني أنا مش عارف إيه، برضه مش هتعرف تشخصه، يعني تعمل له أشعة وبتاع بيظهر البرين طبيعي، يعني بيبقى خادع في هذه اللحظه. لكن ممكن يتسجل له نشاط الكهربي المخ تعرف ان في بؤره كهربيه مش طبيعيه، بؤره نشاط كهربي في المخ مش طبيعيه هي اللي بتخليه تؤدي الى الكونفالجن او عمليه التشنجات اللي بتجيب. اقصد من الكلام ده ان احنا بنسجل، يعني احنا عندنا يمكن مرضين ما بنعرفش نجزم بيهم في القلب بالتحديد الا اذا عملنا رسم او التخطيط الكهربي للقلب اللي بنسميه الاي سي جي او الالكتروكارديوجرافي. الالكتروكارديوجرافي ده اسم العمليه نفسها، العمليه على بعضها، تسجيل النشاط الكهربي للقلب، اسم الجهاز الكتروكارديوجراف، اسم الورقه اللي هتطلع واللي هنقرا منها والتخطيط اللي هيطلع اسمه الكتروكارديوجرام. ده اللي هو موضوع المحاضره النهارده ان شاء الله، توكلنا على الله. هو احيانا بيقولوا عليه اي سي جي او اي كي جي، اي كي جي هو يعني الكتروكارديوجرافي او الكتروكارديوجرام اللي هو اي كي جي او اي سي جي، الاثنين صح. دي الاوبجكتيفز بتاعتنا بتاعت المحاضره اللي احنا هنتناولها ان شاء الله بالتفصيل مع بعض، يعني دي الحاجات اللي تهمنا في محاضره الالكتروكارديوجرافي. هو الالكتروكارديوجرافي من الحاجات اللي هي الفايتال ساينز اللي موجوده في علم الكارديولوجي الحقيقه، يعني هو ما فيش حاجه اسمها كارديولوجي من غير اي سي جي. هنا الكيوز اللي موجوده عند حضراتكم يمكن في الحاله الرابعه والخامسه كمان، الحالتين دول، عشان كده احنا يمكن هنكمل ان شاء الله المحاضره، الجزء الثاني من المحاضره في الحاله اللي جايه ان شاء الله، لكن الحاله الرابعه بتاعتنا الحاله الخامسه فيهم الكيوز دي. يعني كلمة اي سي جي شفناها كتير، يقول لك اتريال فايبرليشن واي سي جي متكررة كتير اهوت، اس تي سيجمنت، الكلام ده كله، الليدز، الحاجات دي كلها متعلقة بالاي سي جي. الكتروكارديوجرام ده شكل التخطيط نفسه، التخطيط بتاع رسم القلب اسمه الكتروكارديوجرام، لكن الجهاز اسمه الكتروكارديوجراف.
الاجنده اللي ممكن نطلعها في الحاله دي: What is the normal and abnormal ECG and its role in assessment of cardiac activity؟ يعني ازاي بنسجل الاي سي جي ده، وايه النورمال وايه الابنورمال، ونشوف ازاي بنقيم نشاط عضله القلب من خلال هذا التخطيط الكهربي للقلب. وبما ان في اس تي سيجمنت يعني في الكيوز، What is the significance of ST segment elevation in ECG and other ECG abnormalities؟ دي سؤالين الأجندة اللي متعلقين بالحالات بتاعتنا. زي ما قلت لحضراتكم، احنا هو دي الرسمة أو التخطيط اللي هيطلع، ده الشكل بتاعه اللي احنا هنسجله من خلال هذا الجهاز. هذا الجهاز اسمه الكتروكارديوجراف، ده الكتروكارديوجراف الجهاز اهو، وفي الكترودز وفي سلوك كده كابلات طالعه من الجهاز رايحه للمريض زي ما انتم شايفين. والرسم ده اللي بنسميه الكتروكارديوجرام، الرسم الكتروكارديوجرام، لكن الجهاز اسمه الكتروكارديوجراف. العلاقه هو تسجيل نشاط كهربي للقلب، فيتبادر الى الذهن الله، طب ما احنا اخذنا النشاط الكهربي للقلب في محاضره اللي هي ما يسمى الاكزايتابيليتي بتاعت الكاردياك ماسل اللي هو البلاتو اكشن بوتنشال. طب ما احنا خدنا النشاط الكهربي للقلب تحت ما يسمى اكشن بوتنشال، امال ايه الاي سي جي ده بقى يعني؟ يعني ايه العلاقه بين الفاست اكشن بوتنشال اللي هو البلاتو اكشن بوتنشال اللي في الكاردياك ماسل والاي سي جي؟ الاكشن بوتنشال في هو الالكتريكال اكتيفيتي بتاع السنجل كاردياك فايبر اللي احنا سجلناه في المحاضره اللي فاتت، ده اللي هو الاكشن بوتنشال واللي في البلاتو ده بتاع 1 كاردياك مايوسايت، خليه عضليه واحده، ماسل فايبر واحده. لكن محصله الكهربيه في القلب كله هي دي اللي بنسجلها النهارده تحت ما يسمى اي سي جي. يبقى انا عندي لو سجلت لماسل فايبر واحده القلب، كاردياك ماسل فايبر واحده، ليفه عضليه واحده من عضلات الكاردياك ماسل، هيطلع البلاتو اكشن بوتنشال. لكن لما اعمل اللي هنا سميشن، جمع جبري لكل محصلة الكهربية في القلب وسجله، يبقى ده القلب كله، ده بنسميه اي سي جي، ده نشاط الكهرباء بتاع القلب كله. يبقى ده الاكشن بوتنشال اهو بتاع اللي احنا قلناه المحاضرة السابقة اهو، ده الاكشن بوتنشال اللي هو البلاتو اكشن بوتنشال، ده البلاتو اكشن بوتنشال قدام حضراتكم ده بتاع الفنتريك، ده البلاتو اكشن بوتنشال. لكن ده بتاع الاتريوم، ده بتاع الاتريوم شكل الاكشن بوتنشال في الاتريوم، لكن انا يهمني شكله اللي في الفنتريكل اللي هو البلاتو اكشن بوتنشال اللي قدام حضراتكم ده. يبقى ده اسمه ده في المسل فايبر الواحده. طيب لما نجمع الاكشن بوتنشال بتاع كل المسل فايبر في القلب يطلع شكل الاي سي جي اللي قدام حضراتكم ده، اللي هو بنسميه الكتروكارديوجرام، الكتروكارديوجرام. والموجات دي كلها بتتسمى بمسميات، يعني عندي البي ويف، عندي كيو، عندي ار، عندي اس، عندي تي، دي اسم الموجات بتاعتنا. يبقى الموجات بتاعتنا في بي وفي كيو وفي ار وفي اس وفي تي. بنسمي الخط ده كده، خط الرسم ده، بدايه الخط ده هو اشوف الخط ده هو خط الرسم كده، خط اهو بنسميه ايزو الكتريك لاين. يعني المصطلحات اللي في رسم القلب الخط ده بنسميه ايزو الكتريك لاين، ايزو الكتريك لاين. اي موجه تبقى فوق الخط كده زي البي ويف فوق الخط اهو، فوق الخط، بيبقى اسمها بوزيتيف ويف، بوزيتيف ويف اسمها بوزيتيف ويف. يبقى اي موجه فوق الخط كده يبقى اسمها بوزيتيف ويف، زي البي، زي الار، زي التي. اي موجه، اي ويف هتبقى تحت الخط فاسمها نيجاتيف ويف، نيجاتيف. فاي موجه تحت الخط كده اسمها نيجاتيف ويف، زي الكيو وزي الاس، دول تحت الخط الرسم ده. يبقى في خط رسم اهو ايزو الكتريك، في موجات فوقيه وموجات تحتيه. الموجات اللي فوقيه اسمها بوزيتيف ويف اللي هم البي والار والتي، والحاجات اللي تحتيه اللي هي النيجاتيف ويف اسمها كيو واسمها اس. ده المسميات، بعض المصطلحات في الاي سي جي. هو ال اينتهوفن، اينتهوفن ده يعني اينتهوفن اخذ جائزه نوبل سنه 24 على حكايه الاي سي جي، تسجيل رسم القلب ده. يعني تسجيل رسم القلب ده اللي اينتهوفن ده راجل مشهور، هو اللي خد جائزة نوبل سنة 24 في درجة بتاع فسيولوجي، يعني سنة 24 موضوع رسم القلب. في مقولة ظريفة عن مادة الفسيولوجي، لكن الفسيولوجي هو رياضة الطب،
يعني حتى بيسموه هو البيز اوف ميديكال بيراميد. يعني مش عشان احنا بتوع فيسيولوجي يا جماعه، دي معروفه حتى في التكست ومكتوبه، يعني اللي ما بيفهمش فيسيولوجي البيز هيفهم اللي بعد كده ازاي. يعني لو ما عرفتش ان قلبك بيشتغل ازاي هعرف ازاي اشخص امراض، يعني لو ما عرفتش النورمال فانكشن بتاع البنكرياس اعرف اشخص مرض السكر ازاي، لو ما عرفتش النورمال فانكشن بتاع الليفر الفانكشن الطبيعي بتاع الليفر وازاي بيشتغل او الاليه بتاعت شغله ازاي اشخص امراض الكبد وهكذا. يعني انا مش لا يمكن اعرف في الطب اشخص اي حاجه او استمر في كليه الطب دي الا ما يكون عندي ما يسمى اللي هو بنسميه البيز. فهو بيقولوا ان الهرم الطبي ده له قاعده، القاعده ديت هو الفسيولوجي، يبقى الفسيولوجي ات از ذا بيز اوف ميديكال بيراميد، هو القاعده بتاع الهيكل الطبي. اللي مش فاهم ما عندوش الاساس ما عندوش ما فيش بعد كده. يعني انت لو انت واقف قدام المريض هتتخيل كل حاجه اللي احنا بنقولها دلوقتي دي، يعني هتشوف من خلال الشرح دلوقتي ليه الموجه دي اتقلبت، ليه الموجه دي اتغيرت، ليه الموجه دي بقت طويله شويه في الديوريشن. لا يمكن اعرف الكلام ده الا لما اعرف الطبيعي الاول، ايه اللي بيحصل طبيعي تحت ما يسمى النورمال اي سي جي في موضوعنا النهارده عشان اكتشف الابنورمال واشخص مرض معين. هنا القلب والاوعيه الدمويه هم رياضه الفسيولوجي، اذا كان الفسيولوجي رياضه الطب القلب والاوعيه الدمويه هم رياضه الفسيولوجي. يعني هو من اهم برانشات الفسيولوجي في الطب او من اهم البرانشات في الطب عامه هو الكارديو فاسكولار سيستم. كارديو فاسكولار سيستم تخطيط رسم القلب الكهربي اللي هو الاي سي جي بتاعنا ده هو رياضه القلب والاوعيه الدمويه. يبقى اذا احنا عرفنا الطب هنعرفه من الفسيولوجي، والفسيولوجي هعرفه من الكارديو فاسكولار، والكارديو فاسكولار اعرفه النشاط بتاع هذه الاوعيه الدمويه والقلب هعرفه من الاي سي جي. هنشوف مع بعض كده الكتروكارديوجرام او الاي سي جي اللي هو رسم القلب الكهربي او تخطيط القلب الكهربي. تعريفه، يعني انا لما احب اعرف الاي سي جي ده عباره عن ايه بقى؟ هو مجرد تسجيل النشاط الكهربي بتاع القلب. النشاط الكهربي اللي احنا خدناه او لاي تيشو في عمليه ديبولاريزيشن وعمليه ريبولاريزيشن اللي بتحصل في كل كاردياك سايكل في كل دوره قلبيه. الدوره القلبيه سيمبري لغايه ما نشوف المحاضره بتاعتها بالتفصيل ان شاء الله. كاردياك سايكل عباره عن سيستول بيتناوب مع الدايستول، يعني في انقباض في عضله القلب وفي انبساط في عضله القلب، ده اسمه الميكانيكال ايفنت، الاحداث الميكانيكيه في القلب. دي حصلت نتيجه الاحداث الكهربيه اللي في القلب، هو النشاط الكهربي اللي في القلب اللي هو ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن، النشاط الكهربي اللي نتج عنه بقى كونتراكشن وريلاكسيشن في عضله القلب. فهذا النشاط الكهربي اللي بينتج عنه نشاط القلب ده اللي بنسميه الاي سي جي، كل ما اسجله هو ده الاي سي جي. يبقى الاي سي جي هو مجرد تسجيل النشاط الكهربي اللي في القلب اللي بينتج عنه الاحداث الميكانيكيه سواء انقباض او انبساط في عضله القلب. يبقى هو عباره عن ريكورد اوف الكتريكال اكتيفيتي ايذر ديبولاريزيشن اور ريبولاريزيشن اوكيرنج ان ذا هارت ديورنج ايتش كاردياك سايكل، في كل دوره قلبيه اللي هو السيستول والدايستول، يعني انقباض وانبساط عضله القلب. ده تاني انتوا في العمل هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، عملي في الفسيولوجي هتاخدوه في السكشن هذا الاسبوع ان شاء الله. ده شكل الجهاز بتاع الاي سي جي، شكل الجهاز طبعا هو له موديفيكيشن وفيرجنز كتير. يعني ده شكل الجهاز وشكل الكابلات اهي اللي متركبه في العيان، يعني شكل السلوك اللي طالعه من الجهاز ومتركبه في العيان، وهتشوفوها بالتفصيل ازاي بنسجل رسم القلب في سكشن الفسيولوجي ان شاء الله معمل. يعني يبقى تاني البرنسبل بتاع الاي سي جي هو قلنا ان هو الفكره، يعني ايه هو مبني على ايه؟ يعني احنا هنا انت بتسجل على الجلد بتاع العين، على الجلد. طب الكلام ده يعني احنا البرنسبل ايه المبدا او الاساس اللي احنا اعتمدنا عليه عشان نسجل رسم القلب؟ المبدا او الاساس اللي اعتمدنا عليه ان في سوائل، احنا القلب طبعا موجود داخل تجويف السطح في الشيست كافيتي، ففي سوائل ما بين السكن وما بين الهارت، يبقى انترستيشال فلويد واكسترا سيلولار فلويد مش عارف ايه. هذه السوائل الى حد ما موصل جيد للكهربيه، اذا ما يحدث على سطح القلب من تغيرات كهربائيه ينتقل الى الجلد، الى سطح الجسم اللي متمثل في السكن خلاص، وممكن نسجل ما حدث في القلب من تغيرات كهربائيه من على الجلد نفسه. هي دي الفكره بتاعه تسجيل رسم القلب. الفكره ليه بنسجل رسم القلب من على سطح الجلد كده زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني احنا بنسجله نسبة لانتقال النشاط الكهربي من على سطح القلب عبر السوائل اللي موجودة بين القلب وبين سطح الجسم المتمثل في الجلد
وبنسجم من على الجلد، يعكس لي إلى حد ما ما يحدث في القلب من تغير. مش معقول بقى، يعني هو ممكن نعمل اوبن هارت، يا سلام، يبقى كده احنا سجلنا زي الفل. بمعنى ان اللوجيك ان انا افتح صدر العيان كده عند الاسترنم كده، افتحه اشق صدر العيان كده جراحيا، واحط الالكترود على القلب شخصيا واسجل. لكن احنا مش معقول كل واحده هنعمل له رسم قلب هنفتح له صدر، ما ينفعش. هو احنا دي الفكره اللي احنا اتبنى عليها تسجيل رسم القلب، اللي هو انتقال النشاط الكهربي من على سطح القلب الى سطح الجلد عبر السوائل اللي موجوده بينهم الاثنين. هنا يمكن بس التزامن، لو حضراتكم مش شايفين كده مع بعض، عايزكم تبصوا في الرسمه دي كويس. ده الاي سي جي اهو، دي الموجه اللي بنسميها البي والكيو والار والاس والتي، جميل. وده الاكشن بوتنشال بتاع الفنتريكل، ده بتاع الفنتريكل، ده شكل البلاتو اكشن بوتنشال او النشاط الكهربي بتاع الفنتريكل. انا بس عايزكم تاخدوا بالكم من التزامن، من الكوينسيدنس، كوينسيدنس. شوفوا هذا هو النشاط الكهربي بتاع الفنتريكل، ده نشاط الكهرباء بتاع البنت. بصوا كده متزامن مع ايه؟ مع كيو والار والاس والتي. هو بيمثل مين؟ الفنتريكلر كونتراكشن. اذا هذا النشاط الكهربي اللي موجود في الفنتريكل في البطين بتاع القلب نتج عنه، هذا النشاط الكهربي ده اقول قدام حضراتكم ده نتج عنه انقباض عضله البطين. امال فين الاذين؟ ادي الاتري اهو. يبقى الموجه بتاعت البي دي تمثل النشاط الكهربي الذي نتج عنه انقباض الاتريوم. نتج عنه انقباض الاتريوم. البي ويف دي تمثل النشاط الكهربي للاذين الاتريا الذي نتج عنه انقباض الاتريا، والكيو والار والاس والتي ده النشاط الكهربي بتاع الفنتريكل الذي نتج عنه انقباض الفنتريكل، ودي بتاعت المسل فايبر الواحده، ودول بتوع القلب على بعضه، ده بتاع الفنتريكل بتاع الهارت على بعضه. يبقى ده بتاعت التو اتريا، البي دي بتاعت التو اتريا الاذينين، ودول بتوع التو فنتريكل على بعضهم، لكن ده بتاع عضله واحده بس، مسل فايبريه واحده، مثلا فيبرية واحد ليفه عضليه واحده من عضلات الفنتري، ده نشاط الكهربي اللي هو البلاتو. ايه سر حرف البي ده؟ يعني هو ليه بدأ بحرف البي؟ دي حته هيستوريكال بس ظريفه الحقيقه، ليه بدأ بحرف البي؟ يعني الاخ اينتهوفن بتاع رسم القلب ده اللي خد جائزه نوبل، ليه لما سمى الموجات كده سماها الاول بحرف البي؟ اشمعنى حرف البي؟ نشوف حرف البي في رسم القلب. اينتهوفن ده بدأ بالحروف الأبجدية ولكن عدلها إلى الحروف الحالية، يعني هو بدأ كان سمى الموجات الأول البي دي سماها A B C D، مش كده، مش أبجدي، لكن عدلها بقى بالآتي. بدأ بحرف البي لأنه كان معجب بديكارت، ديكارت ده فيلسوف ورياضي يعني الهندسة التحليلية، وكان ديكارت ده كثيرا ما يستخدم حرف البي في معادلاته، كل ما يعمل معادلة يقول بي يساوي كذا، بي كذا، وبي على كذا، مش عارف، حطه في البسط بي وحط تحت بي. فاستخدمها اينتهوفن في اول موجه تخص الاذينين. فحرف البي ده ملوش قاعده علميه، يعني هو لا ينم عن حدث علمي في القلب، ولكن هو حدث تاريخي اللي هو اينتهوفن ده سمى حرف اول موجه من موجات الاي سي جي بي نسبه الى اعجابه وشغفه بفيلسوف يسمى ديكارت، ده فيلسوف مشهور طبعا يعني الهندسه التحليليه. فكان ديكارت ده كل شويه يستخدم حرف البي في المعادلات بتاعته في الهندسه، فهو سماها بي اعجابا بديكارت. الكلينيكال امبورتانس بتاعت هذا الريكورد، ليه بنسجل رسم القلب؟ ده السؤال، يعني ليه بنسجل رسم القلب؟ الكلينيكال امبورتانس او الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعت الاي سي جي ريكورد. ده طبعا في الاجنده، يعني الاجنده انت بتسجل وايه الكلينيكال سيجنفكنس بتاع التسجيل ده، وايه النورمال وايه الابنورمال، ده المفروض الاسئله دي نجاوب عليها، يبقى ده موجود في الاجنده، ده سؤال في الاجنده. طيب هو بيدي فكره عن ايه؟ انا لما بسجل رسم القلب بيديني فكره عن ايه؟ عن الحاجات اللي قدام حضراتكم دي. بيديني فكره عن الاناتوميكال بوزيشن اوف ذا هارت، يعني سبحان الله، يعني انا حتى يا جماعه لو اتعرض عليا رسم قلب كده بتاع مريض وانا ما شفتش المريض اصلا، انا ما شفتش المريض، لكن الاخت الزميله الممرضه قامت مسجله رسم القلب ده عند العيو، قامت جات لي يا دكتور شوف رسم القلب او تخطيط القلب ده. انا من غير ما اشوف المريض ممكن اتعرف على الاناتوميكال بوزيشن اوف ذا هارت. ان شاء الله هتعرفوا في الاناتومي ومعانا في الفسيولوجي وفي الاي سي ان شاء الله، هتعرفوا ان في وضع تشريحي للقلب، ان الايبكس بتاعت الهارت ايبكس دايركتد داونورد فورورد اند سلايتلي تو ذا لاترال، يعني داون وورد فورورد تو ذا لاترال، يعني ده اتجاه الايبكس اوف ذا هارت. انا من رسم القلب سبحان الله ممكن اعرف شكل القلب التشريحي، هل فعلا
الايبكس متجهه في الاتجاه الطبيعي ده الايبكس من غير ما اشوف المريض، من شكل رسم القلب كده اعرف الايبكس تشريحيا متجهه فعلا داون وورد وفورورد اند تو ذا ليفت وتو ذا ليفت، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ممكن اعرف كده يعني. ممكن اعرف السايز بتاع الهارت شامبر، يعني انا ممكن اعرف كل الغرف بتاعه القلب، يعني الاتريا متضخم ولا حجمه طبيعي، الفنتريك المتضخم عن ولا حجمه طبيعي، ده من رسم القلب فقط من غير ما افحص المريض. ممكن اتعرف على ضربات القلب من غير ما احس النبض بتاع العيان، ممكن اتعرف على القلب ده منتظم ولا مش منتظم، ضربات القلب دي منتظمه الريزم يعني عدم اللي هو انتظام او عدم انتظام ضربات القلب من رسم القلب فقط. ممكن اتعرف من الورقه اللي قدامي اللي بتتسجل في المريض دي، اتعرف على الانتجريتي بتاع الهارت ماسل والكوندكتنج سيستم، مدى سلامه عضله القلب ومدى سلامه جهاز التوصيل الكهربي في القلب اللي هو الكوندكتنج سيستم اللي هو الاس اي نود والاي في نود والاي في باندل والباندل برانش والبركنج فايبر، ده هم سلام ولا فيهم مشكلات؟ وده من الحاجات الحقيقه الاكسلنت، ان يعني المشاكل الكوندكتنج سيستم ده ما بتتشخصش الا برسم القلب الحقيقه، مفيش اي اشعه ولا اي حاجه بتعرف تطلعها. يعني اللي بيشوف لي فيه عطل في الكابلات دي او كابل كهرباء مقطوع في القلب او في بلوك في حته معينه الكهرباء ما بتوصلش للقلب، هو جهاز الاي سي جي. الاي سي جي ده هو اللي بيسجل لي اي مشكله في الكوندكتنج سيستم، جهاز التوصيل الكهربي في القلب. بيشوف لي مسار الاكشن بوتنشال، لو عكس اتجاهه بعرف. يعني الاكشن بوتنشال ده المفروض احنا بيتولد نبضه في الاس اي نود وتنتشر الى باقي القلب. طب افرض القلب طلع فيه بؤرة فساد، يعني بؤرة فساد بتطلع نبضة كهربية وبدأت تنافس الاس اي نود وبتطلع نبضات كده، انا ممكن اعرف هذه النبضة الغريبة طالعة منين، طالعة من الاتريوم ولا الفنتريكل ولا منين بالظبط. الاي سي جي هاويفر دازنت جيف دايركت انفورميشن اباوت ذا كونتراكتايل فانكشن اوف ذا هارت، يعني هو ما بيدينيش يعني من الحاجات اللي هي هو قلنا بيشوف الكوندكتنج سيستم، بيشوف الاكزايتابيلتي، بيشوف الكورونري بلاد سبلاي حتى زي ما هنشوف بعد شويه. لكن هو الفكره في الكونتراكتايل فانكشنز ان هو بينقبض ولا بينقبضش، دي تبان في الاخر خالص، لكن هو من الحاجات اللي هو مش دايركت انفورميشن، لكن ممكن اعرف بطريقه معينه الكونتراكشن قوي او ضعيف من شكل القلب ده، لكن مفيش حاجه مباشره كده تقول لي ان الكونتراكشن قوي او ضعيف، لكن ممكن من خلال تغيرات في شكل الموجات ممكن اعرف هل الكونتراكشن قوي في الاتريوم او في البنت. ممكن نعرف الابنورمال ريزم زي حالات الاتريال فايبريليشن اللي هي اثيرت في الحاله، ومشاكل الكوندكشن زي الباندل برانش بلوك وزي حالات الهارت بلوك الى اخره، مشاكل التوصيل الكهربي في القلب الكوندكشن. ممكن اعرف الميوكارديال اسكيميا، يعني نقص البلاد سبلاي، نقص التغذيه الدمويه لعضله القلب، هي الى انهي مدى، يعني واخده الاتريوم والفنتكل، طب هي لو واخده الفنتكل بس ولا الاتريوم بس ولا بتاع، مكانها فين بالظبط، البروجريس الحاله ديت ممكن تتطور تبقى جلطه ولا مفيش جلطه الى اخره. الايفكت بتاع الكلاود ديستربنس، ودي حاجه فيري امبورتنت، سبحان الله انا ممكن اعرف من رسم القلب ده ان معدلات البوتاسيوم عاليه في الدم، معدلات البوتاسيوم قليله في الدم، معدلات الصوديوم عاليه، معدلات الصوديوم قليله، البي اتش بتاع الدم فيه اسيدوس والالكلويدس من رسم القلب نفسه، يعني من تاثير هذه الحاجات اللي التغيرات في الالكترولايت على رسم القلب نفسه. طيب الايفكت اوف دراجز، يعني ممكن نعرف انا بدي للمريض دواء اسمه الديجيتاليز، وده من الادويه المشهوره في علاج الهارت فيلير هبوط القلب، انا اثناء العلاج بتاع المريض بهذا العلاج اللي هو الدواء ده اللي هو الديجيتاليز ده اللي هو بيستخلص من ديجوكسين، حاجه اسمها الديجوكسين، والديجيتاليز ومشتقاته ممكن اعرف الاثار الجانبيه لهذا الدواء واعدل الجرعه بتاعه المريض او ابطل العلاج خالص اوقفه للمريض فتره معينه من رسم القلب، لانه بيعمل حاجه اسمها اكسترا سيستول، يعني لما يظهر اكسترا سيستول في القلب انا ممكن اوقف البتاع، بيعمل نبضه زياده في القلب يعني. هو بيعمل حاجه اسمها بالساس بايجيميني، هنعرفها ان شاء الله فيما بعد. الفانكشن بتاع الامبلانتد بيس ميكر، يعني ممكن اتعرف هل البيس ميكر اللي انا زرعه في المريض، يعني المريض عنده مشكله في البيس ميكنج، في اللي هي القياده بتاعت القلب اسمها البيس ميكنج اللي متمثله في الاس اي نود بصوره طبيعيه. لو حصل خلل فيها وركبت له ارتفيشال بيس ميكر، بعض المرضى بنرجع ان احنا لو في مشكله في الاس اي نود بنلجا ان احنا نركب لهم ارتفيشال بيس ميكر، هل البيس ميكر اللي انا مركبه في العيان ده شغال بصوره طبيعيه ولا في خلل في البيس ميكر بس؟ ده زي ما قلنا لحضراتكم ده رسم القلب اهو، ده الاي سي جي بيطلع 12 رسمه، يعني في 12 رسمه بيطلعهم في التسجيل.
اللي قدام ده شكل الشيست، ودي الكترودز بنحطها على الشيست، هتعرفوها في العملي بالظبط اماكنها فين بالظبط. والشيست ليدز بنسميها ليدز، ليدز يعني الوصلات، شكل الوصله، انت مركب السلك فين، اسمها ليد. يبقى الليد دي هو وصف لشكل الوصله الكهربيه اللي انت حاططها او الكابلات او السلوك على جسم المريض ده. فانت لما بتحطه في حته معينه يبقى دي اسمها ليد معينه، فمثلا دي اسمها في 1 ليد اللي هي بتحط في المكان ده. يعني في سلك بتحط على هذا المكان في صدر المريض فبنسميه في 1، ده في 2، في 3، في 4، في 5، في 6، دول بنقول عليهم دول شيست ليدز. شيست ليدز. وفي حاجات بنحطها على الارم، الرايت ارم بنحط عليه وصله اهو، والليفت ارم، وبنحط على الساي اللي هو في الليفت او الرايت ليج على الليج نفسها، ده بنسميهم ليمب ليدز. ليمب 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 اللي هو الارم اهوت والليج، ده الليمب. يبقى ليمب ليدز اللي هم الثلاثه دول كده ليمب ليدز، لكن اللي على الشيست دول بنسميهم شيست ليدز. دول شكل الوصلات مبدئيا لغايه ما تاخدوها في العمل بالتفصيل. ده شكل الوصلات بتاعت المريض، يعني في ليمب ليدز وفي شيست ليدز على الشيست وفي على الايدين والرجلين. المهم احنا بنركب الوصلات دي، ينتج عنها شكل هذا رسم القلب اهو، ينتج عنها الشكل ده. الشكل ده عباره عن ايه بقى؟ يعني بنركب الوصلات دي الاول وبعدين نشغل الجهاز. الجهاز بيطلع لي 12 رسمه اوتوماتيك، بيطلعهم ورا بعض كده. ال 12 رسمه دول هنا، ده لو انتوا حد مركز معايا، ده ليد 1، ده واحد رقم واحد، ده 2 اهو ليد 2، يبقى ده واحد، ده شكل الرسمه في ليد 1، ده شكل الرسمه في ليد 2، ده ليد 3 اهو، ده ليد 3. بنسمي الثلاثه دول باي بولر ليمب ليدز، هتعرفوها ان شاء الله في العمل برضه المسميات دي، لكن المهم لا بنسجل بيطلع كده دول الثلاثه دول اسمهم باي بولر ليمب ليدز. طيب هنا بقى في اي في ار اللي هو الاوجمنتد ليدز فولتج عند الرايت ارم، اللي هو عند الرايت ارم ده اهو، ده شكل الرسمه كده، ده النورمال بتاعها، وده الاوجمنتد فولتج عند الليفت ارم اللي هو ده، لما نحط الليدز هنا عند الليفت ارم، وده الاوجمنتد فولتج عند الليفت فوت اللي هي دي ليفت فوت هنا كده، دول بنسميهم يوني بولر او اوجمنتد يوني بولر ليمب ليدز. يبقى دول باي بولر، دول اوجمنتد يوني بولر. هنا دول بتوع الشيست ورا بعض، السته اهم، السته بتوع الشيست دول كده، دول السته بتوع الشيست اهم ورا بعضيهم اهم، في 1 في 2 في 3 في 4 5 6. انا اللي يهمني ان كل حته في التسجيل لها شكل محدد، يعني ده الطبيعي بتاعها. يعني لما اسجل ليد 1 ده شكل ليد 1 الطبيعي، ده شكل ليد 2 الطبيعي، ده شكل ليد 3. شوفوا حتى شكل اي في ار اهو مقلوب الموجات اهو مقلوبه، الله. طب ما ده الطبيعي بتاعها، لما بسجل ده الطبيعي بتاعها. لكن انا لو اديت حضرتك الشكل ده وقلت لك ده هو اسمه ليد 2 بدل اي في ار، كتبت لك عليه ليد 2، تقول لي ده اب نورمال اي سي جي على طول. لكن لو كتبت لك عليه اي في ار تقول لي ده نورمال اي سي جي. يبقى الشكل ده لو كان موجود هنا في ليد 2 اهو، ليد 2، يبقى ده اب نورمال اي سي جي، يبقى في مشكله مرضيه. لكن لو انا قلت لك ان ده اي في ار، يبقى خلاص ده الشكل الطبيعي بتاعت الاي في ار. لما بسجل اي في ار ده الاي في ال شكل الطبيعي، ده الشكل، وهكذا. هنا الشكل الطبيعي بتاع الفيهات الشيست ليدز، الشيست ليدز اهوت، ده في 1 في 2 3 4 5 اند سو اون، ده الشكل الطبيعي يا جماعه بتاع رسم. ده نورمال اي سي جي، ده شكل النورمال اي سي جي. ودي الورقه اللي احنا بنسجل عليها بنسميها التريسنج بتاعها، وهتشوفوها في العمل بقى عباره عن مربعات صغيره داخل مربعات كبيره، ده مربع كبير اهو في مربعات صغيره، ده تعني بالنسبه لنا الكثير. المهم نسجل كده مع بعض رسم القلب كده واحده واحده. اول ما الجهاز بيسجل النشاط الكهربي للرايت اتريوم، اللي هو مش معنى الرايت اتريوم، لان الرايت اتريوم هو اللي بيحتوي على الاس اي نود، الاس اي نود دوت اللي هو بيطلع منه اول نشاط كهربي في القلب. الرايت اتريوم ده هو اول حاجه بتتسجل اهو، اول حاجه بتتسجل هو النشاط الكهربي بتاع الرايت اتريوم. هنا في عمليه الديبولاريزيشن، ديبولاريزيشن تبدا في الرايت اتريوم نتيجه انتقال النبضه من الاس اي نود الى عضله الاتريوم، عضلات الاتريوم. بدانا تسجيل البي ويف اهو، البي ويف هنبتدي نسجل اهو كده، بقى اكتمل التو اتريوم. يبقى الرايت اتريوم الاول ثم الليفت اتريوم، يبقى الموجه بتاعت البي دي اللي هي اول موجه هنا، دي بتسجل النشاط الكهربي للبوث اتريا، بوث اتريا الاثنين، وده اول موجه اللي هي البي، تمثل الديبولاريزيشن اوف بوث اتريا. يعني رجاء شخصي ان انا افرق، انا المحاضره كلها هي عباره عن نشاط كهربي الكتريكال ايفنت، ما جيش اسالك واقول لك يا ابني هي البي تمثل ايه، البي اوف دي تمثل ايه، تقول لي اتريال كونتراكشن. هذا خطا، هذا خطا.
هذا اللي بسجله ده نشاط كهربي، تقوم تقول لي كونتراكشن. الكونتراكشن ده احداث ميكانيكيه وليست كهربيه التي تنتج عن النشاط الكهربي. يعني هذا النشاط الكهربي ينتج عنه انقباض الاتريوم، لكن ده لا يمثل انقباض الاتريوم، ده يمثل النشاط الكهربي للاتريوم. هذا هو النشاط الكهربي للاتريوم متمثلا في عمليه انتشار الاكشن بوتنشال في عضله الاوزين فوق هنا. يعني طبعا انتوا عارفين حضراتكم في التشريح، يعني هيكون ده الرايت اتريوم، ده الليفت اتريوم، ده الرايت فينتكل، ده الليفت فينتكل مبدئيا. يعني احنا بنتكلم انا ما علينا، وده الحاجز اللي بينهم، ده الاتريال سيبتوم وده الفنتريكلر سيبتوم وده الميترال فالف الصمام الميترالي وده الترايكاسبيد فالف الصمام الترايكاسبيد اللي بين الرايت اتريوم والرايت فينتكل، وده الايبكس بتاعت الهارت، وده السوبرفينا كيفا. ده عشان تبقى في الامور وتبقى واضحه يعني. ودول اللي هو الفور بالمونري فينز، في واحد بس مش باين، دول الاورده الرئويه الاربعه اللي بيصيبهم في الليفت اتريال. المهم يبقى دي البيويف تمثل مين؟ البوس اتريوم. طب نكمل كده مع بعض. يبقى خلاص البيوف اكتملت اهي، بقى شوفوا اكتمل اهو، عمليه الدي انتشرت في البوس اتريوم، اكتملت البيوف خلاص. نبتدي بعد كده ايزو الكتريك لاين، خط اهو الخط المستقيم ده، خط الثبات ده اسمه ايزو الكتريك لاين. بدانا الموجه تنتشر، شوفهم جت من هنا وراحت للايفي نود هنا، والايفي نود قام عمل ايفي باندل، والايفي باندل وصلها للباندل برانش بقى اهوت، والباندل برانش هيوزع الكهربيه في البوس فينتكل بالمنظر ده. خلاص فشوفوا انتشار الكهربيه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، اللي هي تمثل عمليه الديبولاريزيشن في البوس فينتكل، اسمها كيو ار اس. فالكيو ار اس كومبلكس يمثل الديبولاريزيشن في البوس فينتكل، اللي بينتج عنه انقباض الفينتكل كونتراكشن بتاع الفينتكل، هو ده الموجه بتاعت الفينتكل. يبقى دي بتاعت الاتريوم البي، الكيو والار والاس دول بتوع الفينتريكل. نكمل كده اهو، كده اكتمل الديبولاريزيشن بتوع البوس فينتكل، اكتمل خلاص. نيجي للتي، التي اللون الاخضر ده، بص على الاخضر اسمه ريبولاريزيشن، يبقى ده عباره عن الريبولاريزيشن بتاع الفينتكل. يبقى ده الكهرباء، ما هي الكهرباء في القلب زي النيرف زي السكيتر ماسل، في ديبولاريزيشن وفي ريبولاريزيشن، يعني حاله الاستقطاب، ازاله حاله الاستقطاب واستعاده حاله الاستقطاب. الديبولاريزيشن فكر حضراتكم بالديبولاريزيشن، يعني في شحن، كان الطبيعي عند في الريستنج ممبرين بوتنشال كان عندي شحنات موجبه على السطح الخارجي بتاع السيل ممبرين وشحنات سالبه جوه. يعني انا لما بقلبها اسمها ديبولاريزيشن، يبقى لما بخلي السالب بره والموجب جوه اسمها ديبولاريزيشن، لما برجعها تاني لاصلها بوزيتيف بره ونيجاتيف جوه اسمها ريبولاريزيشن. ده سيمبل، لكن الكلام ده اتاخد بالتفصيل في الفاونديشن كورس، يعني في الفاونديشن عمليه الاكتيفيتي دي اتقالت في النيرف واتقالت في السكليتال ماسل. المهم يبقى عمليه الريبولاريزيشن هي التي ويف دي، التي ويف دي تمثل الريبولاريزيشن بتاع الفنتريكل، بتاع الفنتريكل. الله، اما انت قلت ديبولاريزيشن في الاتريوم، ديبولاريزيشن في الفنتريكل وريبولاريزيشن في الفنتريكل، الله، امال فين الريبولاريزيشن بتاع الاتريوم؟ قال لك الريبولاريزيشن بتاع الاتريوم ده بيحصل في التوقيت ده، توقيت الكيو ار اس كومبلكس. فهذا الكومبلكس بتاع الفنتريكل او نشاط الفنتريكل الكهربي قوي جدا ويطغى على نشاط الاتريوم، فبيعمل له ماسك. المفروض ان الريبولاريزيشن بتاع الاتريوم، يعني ده الديبولاريزيشن، اين الاخضر ده بتاع الاتريوم؟ هو بيحصل، شوفوا انا همشي اهو، هذا البي ويف. لو تخيلت ان مفيش كيو ار اس كومبلكس هتلاقي الريبولاريزيشن بتاع الاتريوم شكله كده. شوفهم، هنزل لتحت كده واطلع كده، يبقى موجه بتبقى لتحت كده في نفس التوقيت دي، ولان ده اقوى كهربيا فيعمل ماسك، يقوم يطغى على نشاط الاتريوم ساعتها ويظهر نشاط الفنتريكل ويعمل لي ماسك لنشاط الاتريوم. اذا الريبولاريزيشن بتاع الاتريوم بيحصل في نفس توقيت الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل، لان ده اقوى فبيخبي التاني ويطغى عليه، واللي يظهر هو نشاط الكهربي للفنتريكل دون النشاط الكهربي للاتريوم. يبقى ده ما يتعلق ب، يبقى البي قلنا تاني ديبولاريزيشن في الاتريوم، الاثنين اتريوم، ده رايت اتريوم وده ليفت اتريوم، والكيو والار والاس دي الديبولاريزيشن بتاع البوس فينتريكل، بدايه من السبتم، السبتم ده تبع الفينتريكل، السبتم ده اهو، ثم الليفت والرايت فينتريكل هما، والبيز بتاع الهارت، البيز بتاع الهارت، والتي ده ريبولاريزيشن في الفينتريكل ده اهو، فينتريكل. ننتقل الى من هو النورمال اي سي جي بقى، ناخده بشيء من التفصيل شويه، ايه هو النورمال اي سي جي؟ احنا اتعرفنا على مقدمه بسيطه عن الاي سي جي، لكن نشوف ايه هو النورمال اي سي جي.
نورمال اس جي بيتكون من موجات، وزي ما هتشوفوا كده اهو، يعني نورمال اس جي عباره عن ايه؟ بصوا كده تلاقي موجات، ادي موجه بي، وادي موجه اسمها كيو، هي الناس بتاعت الصغيره دي اسمها كيو، ودي اسمها الار، ودي اسمها الاس، موجه الصغيره اسمها الاس، عشان كده بنقول عليك على بعضه كده كيو ار اس كومبلكس، اللي هو ده كيو ار اس كومبلكس. وبعد كده من نهايه الاس الى بدايه التي ويف دي اسمها اس تي سيجمنت، دي اسمها التي ويف. في موجه كده نادرا ما بتطلع في رسم القلب الطبيعي اسمها اليو ويف، يعني دي لو مش موجوده في رسم القلب لا نهتم ما ندورش عليها، لكن لو موجوده نحترمها. يعني انا قبل ما اتكلم في رسم القلب كده في ثلاث موجات مي بي ابسنت نورمالي، يعني انا لو ما لقيتهمش ما اقولش لا ده العيان هيموت، لا في ثلاث موجات لو ما لقيتهمش في رسم القلب عديها طبيعي، عديها طبيعي، لكن لو لقيتهم علق عليهم كويس جدا، لان هم لو حصل فيهم مشكله بتبقى في اعتى امراض القلب، يعني دي المشكله ما تعديهاش بسهوله، بقى لو لقيتهم علق عليهم كويس جدا، شوف الموجه دي طبيعيه ولا مش طبيعيه، لكن لو مش موجودين خلاص ده طبيعي على فكره، يعني ممكن يتسيب. مين هم الثلاث موجات اللي ممكن ما الاقيهمش طبيعي؟ الكيو، الكيو الصغيره دي، والاس ده الموجه الصغيره، الاس ده الموجه الصغيره، اس ده احنا بنسمي الموجه يا جماعه من خط الرسم ده، خط الرسم الايزو الكتريك اهو، ما هو فوق موجات وتحت موجات، الموجه اللي تحت الخط دي الصغيره دي بس اسمها الكيو، لكن بقيتها من اول هنا، من اول هنا كده وانت طالع كده دي اسمها الار، الار اهي كده خرصه الار. طب نكمل كده، الموجه اللي تحت دي اسمها الاس، ودي التي ودي اليو، دول موجات، يبقى بي كيو وار واس وتي ويو، يبقى انا عندي موجات بوزيتيف اللي هم البي والار والتي واليو، موجات نيجاتيف الكيو والاس، الثلاثه اللي ممكن يكونوا مش موجودين الكيو والاس واليو. امال ايه الجي دي؟ الجي ديت هي نهايه الاس، نهايه الاس اسمها الجي بوينت، ان دي مصطلحات دي مشهوره في رسم القلب، يبقى الاس دي سيجمنت تحسب من نهايه الاس اللي اسمها الجي بوينت، جي بوينت دي اسمها الجي بوينت الى بدايه التي ويف، يبقى الاس دي سيجمنت دي اسمها سيجمنت. طيب يبقى رسم القلب عباره عن موجات تاني ويفز، الويفز اللي هم مين؟ البي تمثل الاتريال ديبولاريزيشن، والكيو والار والاس يمثلهم الفنتريكولار ديبولاريزيشن، والتي تمثل الفنتريكولار ريبولاريزيشن. امال اليو دي بقى؟ ودي هنشوفها ان شاء الله، دي بتمثل الاكتيفيتي بتاعت البابيلاري ماسل اللي موجوده في التركيب بتاع الفنتريكل ومتصله بالصمامات بتاعت القلب، دي عضله صغيره في القلب اسمها البابيلاري ماسل. طيب يبقى 3 مي بي ابسنت نورمال، الكيو والاس واليو لقيناهم نعلق عليهم كويس جدا، نعمل كومنت كويس عليهم، ما لقيناهمش نطنش ولا كنا شفنا حاجه، يبقى زي الفل خلاص. يبقى اول حاجه موجات، طب مكون من ايه؟ سيجمنت، سيجمنت الخطوط المستقيمة في رسم القلب كده اسمها سيجمنت، اهو ده خط مستقيم اهو، وده خط مستقيم اهو، وده إلى حد ما، لحد ما خط مستقيم، وهنا خط مستقيم، الخطوط المستقيمة دي اسمها ايزو الكتريك لاين. أشهر خط مستقيم هنتكلم عليه ما بين نهاية الإس إلى بداية التي اسمه إس تي سيجمنت، اللي هي الحتة دي اسمها إس تي سيجمنت. طب يعني إيه انترفال؟ يعني إيه كلمة انترفال؟ يبقى أنا عندي ويفز وعندي سيجمنت وعندي انترفال في رسم القلب. يعني ايه كلمة انترفال؟ كلمة انترفال في كمصطلح في الاي سي جي عندما تجتمع موجة وسيجمنت او اكتر من موجة وسيجمنت، لازم يكون في موجة وسيجمنت، يعني اكتر من موجة وسيجمنت واحدة، اكتر من سيجمنت واكتر من موجة، ماشي، المهم ان يكون في التشكيل في ويفز وفي سيجمنت يطلق عليها انترفال. فلو شفنا كده البي ار انترفال، بي ار، بي ار انترفال دي من بداية البي اهو، بداية البي إلى بداية الكيو ار اس كومبلكس، هي دي اسمها انترفال. احنا سميناها بي ار ليه؟ المفروض نسميها بي كيو، مش دي كيو، دي كيو ويف. من بداية البي إلى بداية الكيو ويف، بداية الكيو اهي، دي اسمها انترفال، المسافة الزمنية دي كده اسمها انترفال، ده زمن بنحسبه كده، الزمن ده اسمه انترفال. بداية البي إلى بداية الكيو، طب أنت ما قلتش ليه بي كيو انترفال؟ اللي لسه قايل لحضراتكم دلوقتي هنسمي على الثابت وليس المتغير، لان الكيو ويف ممكن تبقى ابسنت مش موجوده، يبقى انا اسمي على الثابت اللي هو الار، يبقى اسمها بي ار انترفال على الثابت بتاعها، لكن لما اجي احسبها في رسم القلب احسب الزمن ما بين بدايه البي الى بدايه الكيو، هي دي اسمها بي ار انترفال.
عباره عن موجه اهو وسيجمنت اهي، سيجمنت اهي اسمها بي ار سيجمنت اهي، دي بي ار سيجمنت دي السيجمنت، ومن اول هنا الى هنا يبقى اسمها انترفال عشان دخل معاها الموجه، موجه وسيجمنت يبقى اسمها انترفال، موجه وسيجمنت يبقى اسمها انترفال. فالانترفال من اول البي الى اول الكيو، طب الكيو مش موجوده يبقى من اول البي الى اول الار اسمها بي ار انترفال. طب هات لي الكيو تي انترفال، كيو تي انترفال الكيو تي يبقى اولها كيو، ادي اول الكيو، ادي اول الكيو كيو، طب التي الى نهايه التي، شوف من اول الكيو ده الزمن ده كله الى نهايه التي دي اسمها كيو تي انترفال. يبقى طب الكيو نشوف الانترفال دي فيها ادي موجه وادي موجه وادي موجه وادي سيجمنت وادي موجه، يعني في اكتر من موجه وسيجمنت يبقى اسمها انترفال. طالما فيها موجه وسيجمنت، طالما في كلمه ويف وسيجمنت في اي حاجه يبقى اسمها انترفال. طب الكيو تي طيب واضح الكلام، يبقى عندنا اشهر اثنين بي ار انترفال والكيو تي انترفال، دول اشهر اثنين. ثاني يبقى رسم القلب مكون من ويفز، ويفز موجات بي وكيو وار واس وتي ويو، دي الموجات. طب السيجمنت اهي دي سيجمنت، لكن دي السيجمنت المشهوره اسمها بي ار سيجمنت، اهي دي سيجمنت، سيجمنت الخط ده اسمه سيجمنت خلاص، خط اسمه سيجمنت. والسيجمنت الثانيه هي من نهايه الاس اللي بتكتب اسمها اس تي سيجمنت، دي اسمها بي ار سيجمنت، بي ار سيجمنت اسمها اس تي سيجمنت ده ايه خلاص، دي اسمها تي يو سيجمنت، يعني دي السيجمنت. طب فين الانترفال؟ انترفال يبقى لابد ان يجتمع موجه وسيجمنت. طب نشوف من اول البي الى اول الكيو، يعني حته اسمها بي ار انترفال، يبقى الزمن ده هو كده، الزمن ده كده من اول البي الى اول الكيو اسمها بي ار انترفال، بي ار انترفال. من اول الكيو الى نهايه التي، نهايه التي يبقى اسمها كيو تي انترفال، كيو تي انترفال. يبقى من اول الكيو الى نهايه التي اسمها كيو تي انترفال، يبقى من اول اللي هو من اول الكيو اهو الى نهايه التي اهو، يبقى ده كلها كده اسمها كيو تي انترفال، كيو تي انترفال. والخطوط المستقيمة في رسم القلب اسمها ايزو الكتريك لاين، ايزو الكتريك لاين. لو أي حاجة طلعت عن الخط ده بنسميها elevated، يعني طلعت لفوق. لو أي حاجة نزلت عن الخط ده بنسميها depressed، depressed. ليه؟ العنوان بتاعنا كده حد خد باله العنوان؟ احنا عندنا 12 رسمة في رسم القلب اسمهم ليدز، الليدز اسم كل رسمة اسمها ليد. شكل التوصيلة في القلب يعني أو السلوك اللي حطيناه على العيان طلعت الرسمة دي. فالنورمال اس جي في ليد 2. هو ده الستاندرد العالمي. احنا هندرس لحضراتكم دلوقتي النورمال اس جي، انا بدرسه فين؟ بختار انهي واحد من ال 12 ليد رقم 2 ده اللي بدرس عليه. ده اللي بدرس عليه ليد 2 في رسم القلب، يبقى ليد 2 ده هو اللي بندرس عليه رسم القلب. يبقى ليد 2 ده اللي بندرس عليه. دي شكل رسم القلب اللي بيطلع حقيقي في المريض اهو. ده شكل رسم القلب اللي بيطلع بصوره حقيقيه في المريض. يبقى تاني دي البي ويف نعرف مع بعض اولاني في الامتحانات، بيقول لك يا ابني امشي على الرسمه كده وسمي لي الموجات واللي انت شايفه ده، ده ايه؟ طيب هو الدكتور يسالك ده ايه؟ تقول له بي ويف. طب ده ايه؟ تقول له اه. طب ده ايه؟ اس. طب ده ايه؟ تي. طب فين الكيو؟ يا دكتور مش موجود. طب ايه رايك؟ اه نورمال يا دكتور، نورمال الكيو مش موجود اهي بصوره طبيعيه مش مشكله خالص. بدي التي. طب فين اليو يا ابني؟ مش موجوده يا دكتور، اليو مش موجود. ايه رايك يا ابني؟ طبيعي يا دكتور، اليو ممكن ما تكونش موجوده طبيعي. طب مين دي تاني؟ دي البي، دي الكيوز اهي بدات تظهر هنا، كيوز صغنطوطه اهي، وادي الار، وادي الاس، وادي التي، وهكذا. يبقى ده رسم القلب اهو، دي نبضه كل واحد كل دي كده نبضه من ضربات القلب، دي واحده، دي نبضه من ضربات القلب اهي، على بعضها كده دي نبضه، ودي نبضه ثانيه اهي، دي نبضه ثانيه من نبضات القلب. هذا شكل يعني. ده رسم القلب الطبيعي الثاني اهو، احنا اخترنا ليدي 2 ده اهو. عشان نعلق على رسم القلب، نختار ليدي 2 ده الستاندرد العالمي. يعني ده الستاندرد العالمي اللي اختاروه عشان نعلق على رسم القلب في المرضى وندرس، وندرس طبعا انا ببص في رسم القلب كله، لكن ده الستاندرد. لما اقول لك مثلا البي اوف شكلها كذا يبقى انا اقصد ان انا بتكلم على ليد 2، ده ليد 2 يا جماعه، دول ال 12 ليدز هم اللي بيطلعوا في رسم القلب بتاع المريض، والجهاز بيطلعه اوتوماتيك هتشوفوه ان شاء الله في السكشن. ورجاء شخصي يعني الميل والفيميل يعملوا رسم القلب في المعمل، يعملوه على نفسهم، يعني يطلب من الدكتور يقول له يا دكتور سجل لي رسم القلب. هو انت يا سلام ما تعملش رسم القلب على نفسك وتطمن على نفسك، يعني جميله في تعمله على نفسك يعني، وخد الشريط ده، شريط رسم القلب ده احتفظ بيه للذكرى يعني. يبقى سجل رسم القلب، وده شكل ورقه رسم القلب اللي بتسجل فيها، هتعرف التفاصيل دي طبعا في العمل بالتفصيل.
بدأ رسم قلب دم حضرتك الطبيعي اهوت، وقلنا ده مين؟ ده ليد 2 اللي احنا بنتكلم عليه اهو، ده لما اقول لك البي يبقى انا بقصد ليد 2. وده شوف ده البي وده الكيو اهيت وده الار وده الاس، صغنطوطه خالص مش باينه، وده التي وي باين. ولاحظوا برضو ان الاي في ار دايما مقلوبه اهو، اي في ار ده اول اللي بتسجل عند الرايت ارم، لما بتسجل السلوك عند الرايت ارم شوف بتطلع مقلوب، البي مقلوبه اهي والكيو بقت لفوق والار لتحت والتي بقت لتحت، مقلوب ده طبيعي، ده طبيعي. لكن لو ده هو المنظر ده شفناه اي حته تانية كده، لو المنظر ده شفناه هنا يبقى ده اب نورمال اي سي جي، ده يدخل العنايه المركزه على طول انتنسيف كير. لو شفنا المنظر ده اهو هنا في ليد 2، عيد 2 اتسجل بقى كده، ده يدخل عنايه مركزه. لكن لو ده اسمه اي في ار وشكله كده ده طبيعي. نبتدي باول موجه في رسم القلب، موجات الاول هنبتدي بالبي ويف. البي ويف اللي قدام حضرتك اول موجه ايه؟ اول موجه بوزيتيف ايه؟ دي اولا المطلوب من حضرتك هي عباره عن بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي بوزيتيف. صغيره ولا كبيره اذا قارنت بالار؟ صغيره. خلاص؟ طب هي نيجاتيف امتى؟ في الاي في ار مقلوبه، يعني نيجاتيف يعني مقلوبه في الاي في ار، مقلوبه اهي. نجيب الاي في ار، هذا الاي في ار اهوت، وده البي مقلوب اهي. البي اهي يا جماعه، دي البي مقلوبه اهي، البي اهي مقلوبه في الاي في ار نيجاتيف، لكن هنا بوزيتيف اهي لفوق اهي، بوزيتيف اهي. ده الطبيعي بتاعها. بتمثل ايه بقى؟ البوس اتريا، يعني تمثل النشاط الكهربي للاذينين، ده بتاع الاذين رايت اتريوم والليفت اتريوم، دي بولاريزيشن. طب زمنها قد ايه؟ 8 من 100 سكند. هتعرف في العملي ان ال 8 من 100 سكند دول عباره عن مربعين صغيرين، 8 من 100 سكند يعني مربعين صغيرين كده، الديورشن بناخدها بالعرض كده، تشوف المربعات الصغيره بالعرض كده، بالعرض مش بالهوريزنتال دايركشن، مش في الفيرتيكال. الامبليتود الشده بتاعتها كده، الشده كده بنشوفها راسيا كده، الشده دي بالملي فولت، بنقيسها بالملي فولت تطلع 1/10 ملي فولت. تبتدي شوف تبتدي انت بتقول هي الكهرباء بتاعت البي اف دي هي اللي مسؤوله عن انقباض الاتريوم اللي هو الميكانيكال، الميكانيكال ده انقباض الاتريوم. فاحنا بنبتدي الكهرباء الاول كده 2 من 100 سكند، شوف يعني في الحته دي بالتحديد اهو، يعني لما يمر 2 من 100 سكند يعني هي بدات ايه؟ عد 2 من 100 سكند كده اللي هو الزمن ده اهو، يبدأ في هذه اللحظة انقباض الاتريوم. إذا انقباض الاتريوم بيبتدي بعد بداية الكهرباء ب 2 من 100 سكند، يعني في التوقيت ده اهو ينقبض الاتريوم. وللمرة الثانية لما أقول لك البيوفس بسببها إيه، ما تقوليش اتريال سيستول يا جماعة، مش سيستول، سيستول ده مصطلح، السيستول ده ناتج عن البي، يبقى البي دي إيه؟ عبارة عن نشاط الكهرباء اللي هو اسمه اتريال ديبولاريزيشن، نتج عنه سيستول يعني انقباض الاتريوم. لكن هي لا تمثل السيستول، هي تمثل الديبولاريزيشن. البي ويف لو اخذنا كده النورمال بتاعها مواصفاته هي فيرست بوزيتيف ديفليكشن، يعني اول انحراف، اول انحراف موجب بوزيتيف في رسم القلب هو البي ويف، او اول انحراف موجب اهو، اللي بعديه الار واللي بعديه التي، لكن اول واحده بوزيتيف هي البي اهو، يبقى فيرست بوزيتيف ديفليكشن. ابرايت في ليد 2 ومقلوبه فين؟ في اي في ار، دي فهمناها خلاص، مقلوبه هي مقلوبه في الاي في ار. طيب مونوفيزك، مونوفيزك يعني فيز واحده، يعني دي فيز واحده، مرحله واحده ايه؟ لفوق ايه؟ مونوفيزك في ليد 2 وباي فيزك في في 1 بتاع الشيست، يعني ممكن تكون موجتين كده، اثنين موجتين اهم، واحده فوق واحده تحت، دي اسمها باي فيزك في في 1 بتاع الشيست، لو احنا الشيست عندنا 6 من في 1 لفي 6. السايز 2.5 في 2.5 ملم، يعني ايه السايز؟ السايز يعني العرض بتاعها كده مربعين ونص صغيرين، في الارتفاع مربعين ونص صغيرين، مربعين ونص صغيرين، لان المربع الصغير بواحد ملم على رسم القلب على الورقه دي. طيب ممكن تكون مش موجوده في حالات ايه بقى؟ دي الابنورماليتيز بتاعتها ابسنت، يعني انا مش لاقي البي ويف هنا، هنا كيو وار وادا الاس وادا التي، الله فين البي؟ المفروض المكان ده البي، على فكره دي التي اللي قبلها، دي التي، فين البي هنا؟ مش موجود. طب هي ابسنت في حالات ايه بقى؟ او شوف التشخيص، اس اي نودال بلوك، في مشكله في الاس اي نود ما عادش بيطلع امبلس، او في حالات الاتريال فايبرليشن اهو اللي هو بنسميه النون ساينس ريزم، يعني في حاجات غير الاس اي نود بدات تشتغل غير الاس اي نود، يعني ده لو ما لقيناهاش. طب يعني ايه مصطلح بي بالمونال في رسم القلب؟ لما يقول لك الدكتور العيان ده عنده بي بالمونال، بي يبقى موجه، الموجه بي اهي، بالمونال يعني ايه؟ فالمونال يبقى هتلاقي الموجه بقت طول طويله، يعني الفيرتيكال ده اللي هو الامبليتيود بتاعتها او الشده بتاعتها بقت كبيره كده، بقت اعلى من المعدلات الطبيعيه،
يعني اكتر من 2.5 مللي متر، تطلع كده 2.5 من اكتر من 2.5 مللي متر، بقت طول وبيك دي لها بيك، المفروض ان هي فيها سحبه كده، شوف عامله زي القبه كده، لكن لما تلاقي بقى اللي بقى لها بيك زي الارك كده، بقت شبه الارك كده، لها بيك الى حد ما، بيك لها قمه، يبقى دي بنسميها بتاع بتحصل في الرايت اتريال انلارجمنت، يبقى ده تضخم اهو، تضخم في الاذين الايمن ناتج عن ارتفاع الضغط في البلمونري ارتري، بلمونري هايبر تنشن، ولذلك سميت بلمونري، بي بلمونيل، بي بلمونيل، لان دي بتشخص، دي لو لقيتها كبيره كده وعاليه كده، دي بتشخص تضخم في الاذين الايمن في القلب، ونتيجه ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، دي في حاله البلمونري هايبر تنشن، او بتحصل برضه في حالات الترايكاسبيد ستينوزيس، يعني دي في الترايكاسبيد فالف، الصمام اللي بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، او البالمونري ستينوزس اللي هو ضيق في الصمام اللي بين الرايت فينتريكل والبالمونري ارتري. هذه الاسباب بتاعه المنظر ده. طب لو لقيناها بالمنظر ده، شوف البي بقت عريضه، عريضه برود، برود يعني عريضه، وايد وايد بقت عريضه كده، الديوريشن بتاعتها بقت كبيره، وبقى لها نوتش، بص هي هنا مفيش فيها نوتش، هنا مفيش نوتش، بص هنا اهو ماشيين كده، بقى في نوتش اهي، نوتش اهي، دي النوتش، وبدات تبقى عباره عن موجتين، ادا موجه وادا موجه، اتقسمت اهي، دي النوتش. لما تلاقيها بالمنظر ده فبيسموها بي مايترال، بي مايترال، يبقى اكيد السبب الرئيسي له علاقه بالمايترال فالف، الصمام الميترالي في القلب اللي بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، يبقى دي بتمثل لو لقيت المنظر ده تشخص على طول ليفت اتريال انلارجمنت. طب ايه اشهر الاسباب اللي بتعمل تضخم في الاذين الايسر؟ الميترال ستينوزس والميترال ريجيرج، يعني ارتجاع الدم في الصمام الميترالي، يعني بعد ما الدم يروح للليفت فينتكل يرجع تاني للليفت اتريوم، يبقى في دي اسمه ميترال ريجيرج، ريجيرج او ارتجاع الدم في الصمام الميترالي هنا، او ضيق في الصمام الميترالي ميترال ستينوزس، او ليفت فينتريكلر هايبر، تضخم في البطين الايسر في القلب، يبقى الحاجات دي هي الاسباب اللي ممكن تؤدي الى الليفت اتريال انلارجمنت. طيب لو لقينا دبل ليجن، يعني ايه دبل ليجن؟ يعني لقيتها كبيره طول ومقسومه في نفس الوقت، لقيتها كبيره كده في الامبليتيود في الشده بتاعتها، ومقسومه اهي، مقسومه اهي واضحه وطويله اهي، ومقسومه القسمه اهي، يبقى موجتين اهو، البي بقت موجتين كده مع بعض. لو لقيت دبل ليجن طويله ومقسومه، يعني طول ووايد، يعني طويله يعني الامبليتيود الشده بتاعتها كبيره، ووايد يعني الديوريشن بتاعتها بقت طويله، الزمن ده بالعرض والشده في الاتجاه الراسي كده، الشده وده الديوريشن الزمن بالعرض كده. يبقى bilateral enlargement، يعني ايه bilateral enlargement؟ يعني right and left atrial enlargement، تضخم في الاذين الايمن والايسر. عرفتوا؟ حابين نعرف الامراض؟ شوفوا يا جماعه من شكلها شخصنا امراض كثيره اهي. بصوا كده هنا absent اهي، يعني في الاترال fibrillation كمان بتبقى absent، مش موجوده، وتستبدل بحاجه زي سن المشط كده، عباره عن موجات صغيره كده عامله زي سن المشط بيسموها حتى، او الفرشه بتاعه الاسنان بيسموها توس ويفز، يعني بيسموها دي حاجه كده زي شن المشط يعني. فالمهم هنا ايه؟ ده بيسمى دي الاترال فايبريشن، البي ما بتبقاش موجوده، وتستبدل بموجات صغيره كده بنسميها الاف ويفز، اف ويفز. ده طبعا رسم قلب متسجل من المريضه، ده رسم قلب طبيعي، بصوا ادي 1 2 3 خلاص، وبعدين اي في ار، اي في ال، اي في اف، وفي 1 في 2 في 3 B4 B5 B6 دول الاساس اهو. لكن ده بنعمل حاجه في بنعمل حاجه اسمه ده الستاندرد بتاعنا، ليدي 2 بنعيده تاني لوحده اهو، ليدي 2 اهو، ده ليدي 2 لوحده اللي هو ده، اللي ده الستاندرد. نيجي للي بعده، يبقى عرفنا البي وما يتعلق بيها، نيجي للكيو ار اس كومبلكس اللي هو بتاع الفنتريكل بقى، ده بتاع الفنتريكل، ده الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل، ونشوف كده ايه القصه. يبقى هو هيمثل ايه بقى؟ الديبولاريزيشن ده الكيو، كيو اهي، وده الار، وده الاس، يبقى كيو ار اس كومبلكس، هذا الكيو، وده الار، ده الاس، يبقى دي تمثل نشاط الفنتريكل، نشاط مين؟ الفنتريكل، تمثل ايه في الفنتريكل؟ ها؟ تمثل الفنتريكلر ديبولاريزيشن، اللي هو انتشر النشاط الكهربي دي عبر البركنج فايبر وصلت للمصل، ودي سريع طبعا، ده فاست اكشن بوتنشال. الديوريشن بتاعه الكيو ار اس كومبلكس اللي هم الموجات الثلاثه مع بعض 800 سكند الزمن، الشده بتاعتهم 1 ملي فولت، ده بتاعه الار، الار بالتحديد، بتبتدي الار دي 2 من 100 سكند قبل الميكانيكال سيستول، يعني نفس القصه يا جماعه، يعني النشاط الكهربي بتاع الفنتكل ده بيبتدي الاول، وبعديه ب 2 من 100 سكند يبدا النشاط الميكانيكي اللي هو انقباض الفنتكل، لان هو النشاط الكهربي هو اللي بيبتدي الاول، اللي هو السبب في الانقباض فيما بعد اللي هو الميكانيكال سيستول ده.
تتكون من قلنا كيو وار، مين كيو وار واس. نشوف كده بتتكون من ايه كده، ثلاث موجات او بيبقى الكوراس كومبلكس ثلاث موجات، كيو وار واس ثلاث موجات. نشوف الموجه الاولانيه كيو، الكيو تمثل ايه؟ الكيو هي عباره عن سمول نيجاتيف ويف، تمثل ديبولاريزيشن في الانترفنتريكولار سيبتم. جميل، يبقى الكيو تمثل اول حاجه في البطين، هو الحاجز اللي بين البطينين، النشاط الكهربي بتاع الحاجز ده او الديبولاريزيشن بتاع السيبتم، عضله السيبتم، هو ده اللي بيظهر في هيئه الكيو. يبقى اي مشكله في السيبتم ده تظهر مشكله في الكيو، في شكلها يتغير. زمانها الموجه دي صغيره من 2 مللي ل 400 سكند الامبلي. بالمناسبه هو المربع الصغير على ورقه رسم القلب عباره عن 400 سكند، المربع الواحد الصغير 400 سكند زمنه، يعني 400 سكند. وهنا الليس زان 2 من 10 مللي فولت. وبمناسبه كمان في الاتجاه الراسي كده يبقى ده الامبليتيود، الشده بنشوفها في الاتجاه الراسي، والديوريشن دي في الاتجاه الهوريزونتال الافقي. فانت لما نعد المربعات كده في الاتجاه الراسي، كل مربع صغير بواحد من 10 مللي فولت، كل مربع صغير في الاتجاه الافقي اللي هو الهوريزونتال ب 4 من 100 سكند. يبقى كده زمن كده ارتفاع، الارتفاع ده الامبليتيود بتاع اي موجه. المربع الصغير بيمثل في رسم القلب، لما نشوف مربع صغير ونعد المربعات يبقى المربع الصغير الواحد بواحد من 10 مللي فولت كارتفاع كامبليتيود، وكزمن المربع الصغير 4 من 100 سكند. يبقى ده عباره عن نص مربع صغير الى مربع صغير بالعقل لو احنا ظبطناها كده. يبقى على الورقه يبقى ده نص مربع الى مربع صغير، سمول سكوير يعني، اللي هي الكيو اف دي. يبقى الكيو اف اهي، بص حضرتك دي الكيو اف، وبقول لك الشده بتاعتها كده اهو، دي الشده بتاعتها، دي الامبليتيود اللي هو الاتجاه الراس ده الشده، وده الزمن بتاعها اهو، الحته الصغنطوطه دي ده الزمن بتاعها، اللي هو الزمن ده، ده الزمن الديوريشن. يبقى ده الديوريشن ودي الامبليتيود بتاع الكيو اف. شوف مشكله الكيو اف، هي النورمال بتاعها نيجاتيف اهي، نيجاتيف كيو اف اهي، نيجاتيف تحت اهو، تحت الخط يبقى نيجاتيف ديفليكشن قبل الار، هي اللي قبل الار ويف، الار ويف دي الار، طبعا دي البي، دي الكيو، دي الار. موجوده في الليفت ليدز اللي هو في 5 وفي 6، موجوده بتاع الشيست ليدز يعني، وابسنت في الرايت ليدز اللي هو في 1 وفي 3. ماشي، دي لها سبب طبعا يعني، يعني في المحاضره اللي هي الاديشن ريسورس اللي هي المحاضره الطويله بتاعتي هتلاقوا تفاصيل الكلام ده بالظبط، ليه كده موجوده كده يعني. هنا الويدث اللي هو العرض بتاعها اقل من 1 ملم، يعني المربع الصغير بيساوي 1 ملم بالمناسبه، يبقى هي اقل من المربع الصغير. ده الديوريشن بتاعتها اللي هي الحته دي، يعني حوالي نص مربع صغير، نص مربع صغير هو الديوريشن الحته دي. الهايت اللي هو الامبليتيود الشده بتاعتها اللي هو في الاتجاه الراسي ده اقل من 2 ملم، كل 1 ملم في الاتجاه الراسي ده ب 1 من 10 ملي فولت، يبقى هي اقل من 2 من 10 ملي فولت. السايز بتاعها عباره اقل من ربع الار، يعني لما تبص على الار كده هتلاقي الكيو اقل من الربع بتاع الار، ربعها. شوف دي الامبليتيود بتاعتها قد ايه، واخده كام مربع كده، وشوف دي واخده كام مربع، يبقى دي اقل من الربع بتاع الار، اقل من 25%. طب الباثولوجي بتاعها، لو اتغيرت الحاجات دي بقى، لو اتغيرت الحاجات دي، لو الديوريشن بتاعتها اللي هو الويدث ده، الديوريشن الزمن بتاعها كده ده اهو، فاكتر من 1 ملم، اكتر من مربع صغير يعني. لو الهايت الامبليتيود الشده بتاعتها كده بقت كبيره، ايه الشده ايه في الاتجاه الراسي اهو، دي الشده بتاعتها بقت اكتر من 2 ملم. لو السايز بتاعها بصوا بقت اكتر من ربع المين، اكتر من 25% من الار، يعني اكتر من ربع الار. المنظر ده منظر يعني بيشخص اعتى امراض القلب، اشد امراض القلب، الا هو الجلطه في القلب. جلطه القلب اسمها مايوكاردير انفاركشن، اللي هي الجلطه في الشريان اللي بيغذي عضله القلب اللي هو الشريان التاجي الكورونري ارتري. جلطه في اسمها مايوكارديال انفاركشن. ادي يا جماعه الباثولوجي، يبقى الباثولوجي في المايوكاردال انفاركشن هتلاقي المنظر ده، ديب كيو، بنسميها ديب كيو، يعني كيو كبرت، الكيو اف كبرت، والار بتصغر بالمناسبه، يعني الار بتصغر في الجلطه بتاعت القلب، الار بتصغر والكيو بتكبر، ده في الجلطه بتاعت القلب. نيجي للي بعدها، لو ان الكيو ار اس كومبلكس مكون من ثلاث موجات كيو وار واس، نشوف الار، ما الار بتمثل ايه؟ الار عباره عن بوزيتيف ويف، الار الكبيره هي الفيرست بوزيتيف ويف في الكومبلكس، يعني هي اول موجه بوزيتيف في الكومبلكس، كومبلكس اللي هو الكيو ار اس كومبلكس يعني، خلاص. طيب بتمثل الديبولاريزيشن بتاع المين بالك، هو تمثل ايه؟ احنا قلنا الكيو تمثل الديبولاريزيشن بتاع السيبتم، حاجز بتاع القلب.
طب الكيو ار ال ار تمثل ايه بقى؟ الديبريشن بتاع الايبكس واللاترال وول وجزء من البيز اوف ذا هارت ادي اهو. يبقى لما اقول لك يا ابني عشان كده لو حصل فيها مشكله يبقى بص، يبقى المشكله تبقى في الايبكس او في اللاترال وول بتاع الفنتريكلز او في البيز اوف ذا هارت. طب زمانها قد ايه؟ 4 من 100 سكند، يعني مربع صغير واحد، يعني 1 مليمتر على الرسمه بتاعت رسم القلب. الامبليتيود 1 ملي فولت، يعني 10 مربعات صغيرين، لان المربع الصغير بواحد من 10 ملي فولت، هي بتساوي 10 مربعات صغيرين، من 8 الى 10 مربعات صغيرين اهي. في الار ويف قد ايه؟ نبتدي من اول هنا، ده خط الرسم اهو الايزو الكتريك، نبتدي من اول هنا وعد بقى ده الامبليتيود والشده بتاعت 10 مربعات صغيرين كده، او والزمن بتاعها ده مربع صغير واحد كده، ده الزمن اهو اللي هو العرض بتاعها ده مربع صغير واحد كده، ده اللي 400 سكند يعني كده. عد كده اهوت هتلاقي 10 مربعات صغيرين. على فكره حدود المربع الكبير اهو، عشان اللي معايا اهو، دي المربع الكبير، شوف ايه اهو، ده كده ده مربع كبير، ده مربع كبير. المربع الكبير ده عباره عن ايه؟ عباره عن 5 مربعات صغيرين كده في 5 مربعات صغيرين كده، 5 صغيرين في 5 صغيرين، عباره عن 5 مليمتر في 5 مليمتر، وكل مليمتر بمربع صغير. يعني المربع الصغير هنا عباره عن 1 مليمتر من دول، دول 5 مليمتر، ده المربع الكبير، ده المربع الكبير جواه 25 مربع صغير، 5 في 5، 5 في 5، 25 مربع صغير. فده كده يبقى 10 مربعات صغيرين في مربع صغير في الديوريشن. طب الموجه الثالثه الاس، الاس اللي هي قدام حضراتكم دي، الاس اهي دي نيجاتيف طبعا، وسمول صغيره ومي بي ابسنت نورمال زي ما اتفقنا. دي الاس ويف اهي، دي الموجه من اول هنا كده لغايه هنا كده، دي الاس ويف، دي الاس ويف اهي. يبقى الاس ويف نشوفها مع بعض. اس ويف النورمال بتاعها الديوريشن اللي هو الويدث، عرضها يعني الديوريشن على هي التات الصغيره دي، هي دي الاس ويف اهي، الاس ويف اهي، الاس ويف اهي، جايبها لك في الشيست ليدز، يعني في 1 لغايه في 6 بتوع الشيست دول. هنا اس اس، انت ملاحظ ايه؟ ملاحظين ايه يا جماعه؟ في 1 ده بتحط عند الرايت فورس انتركوستال سبيس كده، تعرفوا الكلام ده ان شاء الله في التشريح، يعني دول الستة بتوع الشيست اللي هي السلوك بتحط على صدر المريض. في 1 وبص ال في 6، طب في 1 الار صغيره والاس ايه؟ الاس كبيره، دي الاس. طب بص كده هتلاقي الاس هنا بدات تختفي مش موجوده، والار بقى كبرت، الار كبرت هنا كده مقارنه بالبدايه. ده تطور طبيعي على فكره، تطور طبيعي في اللي بيسميه النورمال شيست بروجريشن في الاي سي جي. يعني وانت من في 1 لفي 2 هتلاقي الار بتكبر بالتدريج والاس بتصغر، ممكن تختفي من اول في 1 لفي 2 لفي 6، ده طبيعي قدام حضرتك، ده نورمال، ده بنسميه. يبقى الاس اهو، شوف الاس دوميننت، يعني بتبقى واضحه قوي في في 1 اهي، الاس واضحه في في 1 اهي، ده طبيعي اهو، ده طبيعي. والار دوميننت في 6، والار هي السائده في في 6، ده يا جماعه الطبيعي بتاع الشيست اللي هو الاس وعلاقه الاس بالار. طيب برود كومبلكس، يعني ايه برود كومبلكس؟ برود كومبلكس هتلاقي الديوريشن بقت زايده، يعني العرض اهو ده الديوريشن، يعني الديوريشن بتاع الكومبلكس اهي، شوفوا هي دي على فكره، دي مربعات صغيره اهي، ده مربع صغير، ده مربع صغير، ده مربع صغير، ده مربع صغير، ده عباره عن 1 ملم بالمسطره، يعني كل مربع صغير من دول 1 ملم في 1 ملم. المهم يبقى الديوريشن دي كده اكتر من 2.5 ملم، خلاص اهو اكتر من مربعين صغيرين، ديوريشن زايده، ده هي مربع صغير واحد، يعني 1 ملم على فكره، لو بقت اكبر من 1 ملم بقت وصلت لاكثر من 2.5، ده بيحصل في الفنتريكولار ريزم، في الانكمبليت باندل برانش بلوك، دي الامراض اللي هنعرفها بعد شويه ان شاء الله او في المحاضره القادمه، انكمبليت باندل برانش بلوك توصل كده 2.5 ل 3 ملم، وفي الكومبليت باندل برانش بلوك ده بيبقى اكتر من 3 ملم، اكتر من 3 مربعات صغيرين الديوريشن ده، العرض ده كده، العرض ده، العرض ده. تلاحظوا بس ان في مشكله ثانيه في الار، ان هي مقسومه، الار اتقسمت بقت نوتشت، الامراض دي هنعرفها ان شاء الله. ممكن تلاقيها الفولت بتاعها عالي، يعني هتلاقي الفولت بتاعها بدا يزيد، الاس ويف بدا الفولت بتاعها يزيد، شوف بقت كبيره كده، كبيره بقت واضحه خالص كده، خلاص ده الاس 1 في في 1 اكتر من 35 مللي، يعني اكتر من 3 سم ونص، حاجه كبيره خالص يعني. ده بتحصل في الليفت فنتريكولار هايبرتروفي لما تلاقي الاس كبيره، ده تضخم البطين الايسر في امراض، ودي بتحصل في مرضى الضغط المرتفع بالمناسبه، دي من اعراض الضغط المرتفع في القلب، رسم القلب، منظر الاس تبقى كبيره كده، اس تبقى كبيره بالمنظر ده.
تبقى الفولتج بتاعها قليل، يعني صعب توصل لها، ممكن الفولتج بتاعها يبقى قليل عن المعدلات الطبيعية، الفولت بتاعها يبقى قليل، ده في الدامبنج ستيت بتاع البالمونري ديسيز، الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز اللي هو زي الامفيزيما وزي البرونكايتس الى اخره، والافيوجن والبلورال افيوجن اللي هو ارتشاح في الغشاء البلوري، في ميه في البلورال كافيتي بعض المرضى، او في البريكاردال افيوجن برضه. طيب بص كده، دوميننت ار في في 1، الله مش احنا قلنا في 1 ده يبقى الار صغيره والاس كبيره، يعني المفروض ان في 1 ده اهو، اهو في 1 اهو، الار صغيره اهي والاس كبير، الله لما تلاقي الار كبيره في 1 كده الار كبيره، هي الار كبيره في 1 يبقى نشخص على طول تضخم في البطين الايمن، رايت فينتريكولار هايبرتروفي. مارو باترن، يعني ايه مارو باترن؟ بص كده، تيرمينال لارج ار، لارج ار في في 1 يبقى في 1 هتلاقي الار كبير، و دبليو شيب في في 6، دبليو شيب في في 6، يعني هنا ام اهي، بص هنا الام عامله ازاي، شكل حرف الام، وهنا عامله زي الدبليو كده اهي، ده الدبليو اهو كده انزل كده ويطلع كده، ده الدبليو، لكن هنا طالع هنا، هنا هي بادئ هنا كده، ده الام عامله زي الام اهي، هنا زي الام كده، هنا الام، يبقى ام في 1 ودبليو في مين؟ في 6، ده رايت باندل برانش بلوك، يعني في مشكله في الضفيره، ضفيره الكهرباء اللي هي رايحه تغذي البطين الايمن. طب ويليام بي باتر لو اتعكست بقى، الكلام ده يعني سوفيستيكيت عليكم شويه لكن ما علينا، هنا بتلاقي اشوف بقت عامله زي الدبليو اي، دبليو دبليو في في 1 وام هي ام في في 2 في في 6، يعني في 6 بتوع الشيست، يعني هتلاقي عامله هنا مقسومه، شوف هنا عامله زي حرف الدبليو اهو، دي الكيو ار اس كومبلكس، لكن الكيو ار اس كومبلكس عامل هنا زي حرف الام في في 6، لما تلاقي المنظر ده اتعكس يبقى ده ليفت باندل برانش بلوك، اللي هو في مشكله كهربيه سده قافله في الكهرباء اللي واصله للبطين الايسر بتاع القلب. التي ويف تعرفت بس من الشكل اهو، من غير ما نشوف المريض، وانا مش شايف المريض كده، انا شايف الرسم بتاعه بس اهو، بشخص امراضه اهو، دي الفكره بتاعت رسم القلب، يبقى انا من شكل الرسم كده من غير ما اشوف المريض، انا ولا المريض ده، وانا ما فيش قدامي مريض اهو، ولا كشفت عليه ولا حاجه خالص، المريض اه ده والناس وروني رسم ايه، قمت مشخص المرض على طول اهو، شخص اهو، تشخيص اهو، كل حاجه والتشخيص بتاعها قدام حضراتكم اهو. التي ويف نشوف بقى، التي اللي هي بتاعت الريبولاريزيشن بتاع الفنتكل، هي بوزيتيف تي ويف، بوزيتيف هي فوق فوق السطر، بتمثل الريبولاريزيشن بتاع البوس فنتكل، اللي هي بتاع البنتريكولار ماسل نفسها، مش البركنجي فايبر، مش البركنجي فايبر، عشان كده تبقى بطيئه، البركنجي بتبقى سريعه فاست، لكن التي بتبقى تمثل الديبريشن بتاع العضلات نفسها، عشان كده بتبقى بطيئه، دي الفكره يعني. الديوريشن بتاعتها من 16 من 100 ل 25 من 100 سكند، ودي بتبقى طويله على فكره، والامبليتيود حوالي 4 من 10 ملي فولت، يعني اربع مربعات صغيرين في الاتجاه الراسي. ده التي اهي، هذا التي ويف، تي ويف، وهي التي ويف عامه يعني بتبقى قريبه من نص الار، يعني الشده كده بتبقى قريبه من نص الار عامه يعني، وده الديوريشن بتاعتها كبيره، الديوريشن بتاعتها هي ده الزمن اهو، دي الزمن بتاعها، وهذا الارتفاع بتاعها الامبليتيود، الشده بتاعتها يعني. التي ويف مشاكلها بقى، هي بتمثل اصلا نورمال فينتريكولار ريبولاريزيشن، ودي التي ويف اهي، دي التي ويف، وده المواصفات الطبيعيه اللي احنا قلناها من شويه، هي بوزيتيف ديفليكشن بعد الكيو ار اس كومبلكس، يعني هذا الكيو ار اس كومبلكس اي حاجه بوزيتيف بعد كده الحمد لله يبقى اسمها التي ويف، خلاص؟ لو لقيناها مقلوبه بقى، هنا اتقلبت انفرتد، بقت مقلوبه اهي، بقت مقلوبه كده، بقت لتحت اهي، اتقلبت بقت نيجاتيف، دي في الاسكيميا بقى، نقص البلاد سبلاي بتاع القلب اللي بيغذي عضله القلب، او في الميوكاردال انفاركشن يعني في الجلطه في القلب، او الاستريم باترن يعني في مرضى الضغط المرتفع بتبقى كده، في سترين على الهارت، في ضغط على القلب زي ما هنعرف، ده في ارتفاع الضغط في الشريان الاورطه، بتبقى بيك تشوفهم دي الار، بص بقت لها بيك اهي، بقى لها قمه، هي طبيعي مش كده، هي طبيعي مسحوبه كده اهي، كان يبقى لها قمه كده وكبيره كده، بقت طويله كده وبيجد كده،
ده في الهايبر كاريميا، ده اللي انا قلت عليه بقى. ازاي نشخص معدلات البوتاسيوم في الجسم؟ ده زياده البوتاسيوم في الجسم بتعمل المنظر ده، ممكن اشوفه من غير ما ولا عملت تحليل دم ولا فحوصات في الدم ولا شفت نسبه ولا شفت نسبه البوتاسيوم في الدم ولا حاجه خالص، لكن من شكل رسم القلب انا عرفت ان في زياده في البوتاسيوم في الدم اهو اثر على عضله القلب بالمنظر ده. هايبر اكيوت اللي هو المنظر اللي قدامكم ده، بصوا عامله ازاي. هايبر اكيوت اسمها هايبر اكيوت، المنظر ده اسمه هايبر اكيوت، دي تي ويف اهي، دي تي ويف. هايبر اكيوت ده في الايرلي مايوكاردال انفاركشن، اس تي سيجمنت مايوكاردال انفاركشن، قبل ما يحصل اليفيشن في الايه، في الاس تي سيجمنت. دي الاس يا جماعه، دي الاس ويف ده، هي دي الاس، المفروض ان دي بيحصل لها اليفيشن بقى السيجمنت اللي فوق كده، فقبل ما يحصل اليفيشن بس بتبقى التي تجي بالمنظر ده، والتي ده بنسميها هايبر اكيوت تي ويف، ودي بتحصل في المراحل الاولى من الجلطه في القلب. باي فيزيك يعني موجه فوق موجه تحت، اهي واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، اهي اثنين يعني باي فيزيك، وهي دي برضه في الميوكاردال اسكيميا ونقص البوتاسيوم في الدم هايبوكاليميا. طيب فلاتن يعني مش لاقيها خالص، ده موجود على السطر بقى، اختفت الموجه وبقت ايزو الكتريك، مش فين اللي فين التي، مش لاقي التي، فين التي؟ دي البي على فكره، دي البي وده الكيو ار اس، طب فين التي؟ مش موجود، بقت ابسنت ايزو الكتريك يعني بقت فلات. ده في الاسكيميا نقص التغذيه الدمويه للقلب ونقص البوتاسيوم في الدم. هنا منظر ظريف يفكركم بس بالهايبركاليميا والهايبوكاليميا، هايبوكاليميا والهايبركاليميا. هايبركاليميا هي طالعه لفوق اهي، طول وبيج ده هايبر شادينها لفوق اهي. الهايبوكاليميا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، الهايبوكاليميا نازله لتحت اهي، مضغوطه لتحت، يبقى دي الهايبوكاليميا، هايبوكاليميا. لكن الهايبركاليميا طالعه لفوق اهي، يبقى بنشخص معدلات البوتاسيوم في الدم من خلال شكل التي ويف، زياده البوتاسيوم بتلاقيها طالعه لفوق، نقص البوتاسيوم بتلاقيها نازله لتحت. يبقى المنظر ده، المنظر ده كده تبقى دي ايه؟ ده اهي هايبوكاليميا، بدل هايبوكاليميا، هايبوكاليميا تلاقي التي ويف نازله لتحت كده. ده اسمه بول افكت، بول افكت اللي هي الهايبركاليميا، بوش افكت اللي هو الهايبوكاليميا. عرفت رسم القلب؟ انا ما فيش قدامي عيان مريض ولا حاجه خالص، احنا من خلال الرسمه اللي طلعت من المريض بنشخص حاجات كتير قوي، ده اللي احنا بنقوله في رسم القلب، يعني حاجه لها فعل السحر والخيال الحقيقه، يعني من خلال تبص بس في الرسمه تعرف العيان عنده ايه من غير ما تشوف العيان. اليو ويف اللي هي الاخيره بقى، اللي هي ماي بي ابسنت نورمالي، ممكن ما تكونش موجوده بصوره طبيعيه، دي تمثل السوبر نورمال فيز بتاع الاكزايتابيلتي اللي احنا قلناها المحاضره السابقه، احنا قلنا مراحل الاكزايتابيلتي ابسولوت ريفراكتوري بيريد وريلاتيف ريفراكتوري بيريد سوبر نورمال فيز، اللي فيها زياده في استجابه القلب للمؤثرات، المرحله بتاع السوبر نورمال فيز دي. او في ناس بتقول ده اقاويل اخرى بتمثل السلو ريبولاريزيشن بتاع البابلري ماسل اللي موجوده في الفنتكل، العضله ديت موجوده في الفنتكل وبتمسك في الكاسبس، الكاسبس اللي هي شرفات الصمام عشان تمنع ان الصمام يتقلب في الاتريوم اثناء انقباض الفنتكل، يعني تعرفوها ان شاء الله. الديوريشن دي 5 من 100 سكند زمانها، هي اليو اف دي الشده بتاعتها 5 من 100 ملي فولت، نورمالي مي بي ابسنت من الطبيعي ممكن تكون مش موجوده زي ما اتفقنا، هي والكيو والاس، يعني الثلاثه دول كيو واس ويو ممكن يكونوا موجودين مش موجودين بصوره طبيعيه، ولكن بتظهر لو هي سترونج واكوردنج للماس اوف تيشو، يعني وهي هي بتظهر لما تكون قويه، اليو اف دي قويه او حسب الماس، يعني لو البابيلاري ماسل حجمها كبير هتطلع اليو اف تظهر في رسم القلب. هذا اليو اف اهي صحيح، ممكن تبقى بعد التي، هي بوزيتيف ويف بعد التي وقبل البي، قبل البي في المره اللي بعديها، يعني هذا اليو اف تمثل النشاط البابيلاري ماسل اللي موجوده في جزء من عضله الفنتريكل. اسباب البروميننت يو اف لو هي واضحه بقى، واضحه بقى هي، ما هي اصلا ممكن ما تكونش، لو لقيتها واضحه دي بقى مشخص الامراض دي، ممكن نتيجه نقص البوتاسيوم في الدم هايبوكاليميا، زياده الكالسيوم في الدم هايبر كالسيميا، زياده نشاط الغده الدرقيه هايبر ثايروديزم. شخصنا امراض اهو من شكل اليو اف بس كده يعني. يبقى الموضوع مش قاصر على القلب بس يا جماعه، ده اللي اقصده، ان احنا من خلال رسم القلب ممكن اشخص امراض في الجسم كله، اشخص امراض زياده البوتاسيوم، زياده الكالسيوم في الدم وفي الجسم كله، نقص البوتاسيوم في الدم في الدرجه ده في الجسم كله، زياده نشاط الغده الدرقيه الاندوكراين الغده الصماء اهو، بشخصها من شكل رسم القلب، تاثير هذه الغده على رسم القلب.
يبقى اليو ويف تمثل الريبولاريزيشن بتاع البركنجي فايبر او البابلري ماسل، زي ما قلنا فيها قولين كتير، واحترت الاطباء في الساب الرئيسي بتاعها يعني. لا ايا كان هذا شكلها، بقت واضحه ايه في شكلها. هذا هي دي اهو قدام حضراتكم، اهو دي البروميننت يو ويف خلاص. دي قلنا بنشخص بيها ده النورمال بتاعها، يعني ده النورمال بتاعها قدامكم، ده النورمال. طب لو كانت كبيره كبيره يبقى هنشخص مين؟ قلناه بقى بالتفصيل، ممكن تبقى في البراديكاردي لما يكون ضربات القلب قليله، ممكن نقص البوتاسيوم، نقص الكالسيوم، نقص درجه الحراره في الدم اقل من 36 درجه، ممكن تكون مقلوبه كده زي في الكورونري ارتري ديسيز. كورونري ارتري ديسيز يعني في الاسكيميا والانفاركشن، يعني في الجلطات والاسكيميا بتاع القلب، نقص التغذيه الدمويه لعضله القلب نفسها، او في الهايبرتنشن ارتفاع الضغط في الاورطه، هايبرتنشن ارتفاع الضغط، مرضى الضغط المرتفع ده بالمقلوبه كده. نيجي بقى للسيجمنت، احنا اتكلمنا عن الويفز، بعد الويفز ناخد السيجمنت. اشهر سيجمنت عندنا هي الاس تي سيجمنت. اس تي سيجمنت اللي هي تبدا من نهايه الاس، الاس اهي من نهايه الاس اللي اسمها الجي بوينت الى بدايه التي اهي، وسيجمنت يعني خط مستقيم في رسم القلب، كل الخطوط المستقيمه دي كده اسمها سيجمنت، الخطوط المستقيمه دي كلها اسمها سيجمنت. يبقى من نهايه الاس الى بدايه التي دي اسمها اس تي سيجمنت اللي تهمنا دي، يبقى دي اسمها من نهايه الاس الى بدايه التي، ونهايه الاس اسمها الجي بوينت، جي بوينت، جي بوينت، من الجي بوينت الى بدايه التي اسمها اس تي سيجمنت. عرفنا هي موجوده منين؟ خلاص تمثل كومبليت ديبولاريشن لكل المايوكارديوم. سو وين وي ريكورد ذا بوتنشال ديفرنس بين التو نيجاتيف بوينت ديبولاريشن اون ذا اوتر سيرفيس اوف فينتكل از زيرو، يعني دي من الاخر كده بتمثل اللي هو فتره هدوء كهربي في القلب بعد الديبولاريشن وقبل الريبولاريزيشن. يبقى فتره هدوء كهربي في القلب بعد نهايه الديبولاريشن وبدايه الريبولاريزيشن بتاع الفينتكل، يعني هي ايزوليبتيك يعني على السطر كده، على السطر بتاع الرسم كده، مش طالعه ولا نازله. وين ديفيشن يعني لو طلعت لفوق او نزلت لتحت، ده معناها ان في ديلي ريبولاريزيشن، يبقى الريبولاريزيشن ده اتاخر. يعني لو طلعت لفوق او نزلت لتحت يبقى ده تمثل ان في تاخير في عمليه الريبولاريزيشن اللي هي تمثلها التي ويف دي، في تاخير في العمليه دي. هنا بصوا حضراتكم كده، هي طلعت لفوق يبقى بالمنظر ده اهو، هذا الار اس مش واضحه مش مشكله، لكن اهي دي الاس تي سيجمنت، اهي دي الاس تي سيجمنت طلعت اهو، ده الصد ده المفروض تبقى كده ايزوريك، طلعت فوق اهي، دي اسمها اليفيتد اس تي سيجمنت. طب نزلت عن المعدل الطبيعي، نزلت شوفوا ده الخط اهوت، الخط الطبيعي ايزوريك نزلت عن السطر اهوت كده، اهي نزلت تحت اهي، يبقى دي اسمها ديبريزد اس تي سيجمنت، ديبريزد نزلت، يبقى في ممكن تبقى ديبريزد ممكن تبقى اليفيتد في بعض الامراض. ده الاس تي سيجمنت النورمال، دي النورمال، دي الجي بوينت نهايه الاس اذا بدايه التي اسمها اس تي سيجمنت، دي الاس تي سيجمنت اهي، دي الاس تي سيجمنت، سوري دي التي بي سيجمنت، نهايه من نهايه التي الى بدايه البي اسمها تي بي سيجمنت، ودي رير دي ما بنعلقش عليها، لكن دي اللي بنهتم بيها في الناحيه الاكلينيكيه، دي السيجمنت الاساسيه بتاعتنا، دي موجوده سيجمنت برضه بس ما بنهتمش بيها، لكن دي اللي بنهتم بيها، هي دي بتحصل في مشاكل الشريان التاجي في القلب الحقيقه. يبقى دي اذا الاس ويف من نهايه الاس الى بدايه التي دي اسمها اس تي سيجمنت اللي قدام حضرتك، دي اسمها ايزوريك، طلعت لفوق كده اسمها اليفيت، نزلت لتحت اسمها ديبريزد. نا ده يوضح حول الايفيشن، الايفيشن والديبريشن. ادي يا جماعه الكيو، ادي الار، ار اي المفروض ان في اس هنا بعديها التي، رفعتها كده دي التي اي، يبقى اترفعت دي الاس تي سيجمنت اهي، والمفروض تبقى كده على السطر ده كده، المفروض تبقى هنا ايه اللي طلعها فوق كده، يبقى اسمها اس تي سيجمنت اليفيشن. دي بتحصل في الميوكاردال انجري، يعني الديبريشن او الاليفيشن ده تطلع او تنزل كده، دي نزلت خالص دي اسمها ديبريشن، طلعت كده اليفيشن او ديبريشن بالمنظر ده كده اهي، المفروض تبقى هنا اهي كده، نزلت تحت كده، يبقى ده بيحصل في الجلطه في القلب، مايوكاردال انجري. واحنا عندنا مراحل نقص التغذيه الدمويه للقلب ثلاث مراحل، اسكيميا دي المرحله الخفيفه اللي اشد منها شويه اسمها انجري، اللي اشد خالص والشرايين اتقفل خالص اسمها انفاركشن، هي بتحصل في الانجري والانفاركشن يعني في المودريت والسيفير كيس بتاع الكورونري انسفشنسي. ده يبقى هنا تاني اهوت دي اليفيشن اس تي سيجمنت، ده ديبريزد اس تي سيجمنت.
وطبعا هي بتطلع او تنزل حسب مكان الليجن ده فين، حسب المكان في الفنتريكل، هي بتطلع او تنزل حسب المشكله دي حصلت فين بالظبط، المكان هو اللي ممكن يرفعها او ينزلها. احنا عرفنا بقى خلاص الاس سيجمنت في المايوكاردال انجري والانفاركشن، وديبريزد في الليفت فنتريكلر هايبرتروفي في الديجوكسين، ممكن تبقى ديبريزد كده، المنظر ده ممكن نشوفه كمان في تضخم في البطين الايسر نتيجة ارتفاع الضغط في الأورطة، يعني مرضى الضغط المرتفع ممكن تبقى عندهم مرض عاملة كده، أو في الديجوكسين اللي هو الدواء اللي بيعالج الهارت فيلير من الآثار الجانبية بتاعته بيعمل كده. وإليفيتد في البريكاردايتس ممكن تطلع كده في التهاب الغشاء البريكارديوم اللي حوالين القلب، اللي حوالين القلب بريكارديوم، التهاب أو بريكاردايتس. يعني ده برضو اهو قلنا بتنزل ده نتيجة الديجوكسين، يعني بتنزل كده ديبريسد اس تي سيجمنت، ده احد اعراض الاثار الجانبيه للديجوكسين، بنسميها ديجوكسين توكسيستي، بيسموها تيك ساين في الاي كي في الاي سي جي، اي كي جي يعني اي سي جي اللي هو ديجوكسين توكسيستي تيك ساين، يعني انت لو شفتها في عيان بياخد ديجوكسين، يعني احنا ماشيين على مريض هارت فيلير بنديله ديجوكسين، ده العلاج بتاعه بياخد قرص كل يوم مثلا، وبعدين بنتابعه عملنا رسم قلبه لقى المنظر ده، يبقى الديجوكسين ده زاد في الدم عنده، فبنخف الاول نبطل الدواء شويه لغايه ما التسمم ده يروح، وبعد كده نرجع ياخد المريض تاني عادي، مش بنمنعه خالص من المريض يعني. فهو الديجوكسين توكسيستي ده، تسمم الديجوكسين ده بتعرفه بحاجتين في العيان، عيان اثناء تناول هذا المرض الدواء في علاج الهارت فيلير، اولا بيجي له اس تي سيجمنت ديبريشن، وانت بتتابعه بتعمل له فولو اب، بتعمل له رسم قلب بيطلع كده ديبريشن في الاس تي سيجمنت، وحاجه تانيه بيجي له يقول له اه يجي له جوندس كده، عينه بتصفر، بياض العين ده بيصفر، بياض العين بيصفر، وبتبقى عنده اللي هو الديبريشن اهو، الديبريشن في الاس تي سيجمنت. يبقى الاس تي سيجمنت قدام حضراتكم اهي للحته دي، هي دي الاس تي سيجمنت، ده النورمال خلاص، فهمني ده الاليفيشن، وعرفنا في حالات ايه ميوكاردال انفاركشن اهو. طيب الديبريشن برضه في حالات الميوكاردال انفاركشن خلاص، بس قلنا حسب المكان، مكانها فين بالذات، حسب مكان الجلطه دي فين. هنا اللي بيسموها اوسبورن ويف، اوسبورن ويف بتلاقي شوف الجي بوينت، جي بوينت عملت اهوت، عملت زي الموجه دي، الجي بوينت اللي هي نهايه الاس اهي عملت زي موجه اهي، موجه اهي، فشوف الاس تي سيجمنت عامله ايه، بادئه بموجه، موجه ونازله كده، ده بيحصل في انخفاض درجه حراره الدم هايبوثيرميا وزياده الكالسيوم في الدم، وفي مشاكل في الجهاز العصبي المركزي السي ان اس انسلت زي نزيف او جلطه في المخ، تحت الحركه دي. هنا الاليفيشن بتاع الاس اس سيجمنت، في لو شفنا في 1 هذا في 1 وفي 2، بص عليهم كده وركز، هتلاقي الاس سيجمنت تعال شوف اهي، هي دي الاليفيشن اهي، دي كل دي الاس يا جماعه، دي الاس الكبيره دي، تلاقي بعديها ادب تي، وشوف دي طلع عن السطر اهي، دي الاس سيجمنت طلع عن السطر اهي، وهنا واضحه جدا اهي بقى، هنا واضحه هي دي الاس سيجمنت اهي elevated مش على السطر، دي elevated، دي الاست سيجمنت اللي انا ايدي ماشيه عليها دي، ودي الاست سيجمنت اهي، هي دي طالعه عن السطر، هنا السطر كده بتاع بس هي طالعه فوق اهي، دي التي ويف اهي. هنا في مثلا في في 3 وفي 4 برضو هتلاقي في elevation في الاس اهي، ده elevation في الاس سيجمنت طالعه، المفروض نشوف احنا ماشيين كده، ماشيين كده اهو، ماشيين كده، شوف هي طلعت لفوق اهي، طلعت لفوق هنا برضو طالعه لفوق واضحه اهي خلاص اهي، هي دي الاس سيجمنت اهي اللي انا ماشي عليها، هي دي اهي. هنا برضو اهي اليفيتد اس سيجمنت اهي، اهي دي التي ويف ودي الار اي، هي دي السيجمنت اهي اليفيتد اس سيجمنت، وهنا اليفيتد اس دي سيجمنت اهي، وهنا اليفيتد اس دي سيجمنت اهي، واضحه اهي. السيجمنت الثانيه هي اقل، يعني اقل شهره من الاس تي، الاس تي طبعا اهمهم، لكن البي ار سيجمنت من نهايه البي الى بدايه الكيو، طب لو مش موجوده الكيو يعني من نهايه البي الى بدايه الار اسمها بي ار سيجمنت. طيب يعني هي ممكن تبقى يعني ابسنت في معظم الليدز، يعني على اعتبار ان الكيو ممكن زي ما قلت لحضراتكم تبقى ابسنت، فمن تقاس من اول البي الى بدايه الار لو الكيو ابسنت،
دي بتمثل التايم اوف ترانزيشن اوف امبلس بين الديبولاشن اوف ذا اتريوم اند ديبولاشن اوف ذا فينتريكل. يعني الكوندكشن دي بتمثل الحكايه دي تمثل الكوندكشن، وده الديبولاريزيشن بتاع الاتريوم وده بتاع الفينتريكل، يبقى دي اللي ما بينهم، اللي بينهم ده الايفينود اللي هو الوصله اللي بين الفينت الاتريوم والفينتريكل، يبقى التوصيل في الايفينود هو ده. زمانها دي الزمن بتاعها، دي الزمن يعني العرض كده تشوف كده زمانها ده الزمن ده قد ايه؟ 600 لواحد سكند. تيبيكالي فلات، يعني هي النورمال فلات فلات مش موجه يعني، ولا طلع لفوق ولا نزل لتحت، يعني ايزو الكتريك ايزو الكتريك. اهميه البي ار سيجمنت اهميتها تبقى ديبريزد، يعني تبقى نازله لتحت كده، شوف نازله لتحت هنا كده اللي هي السيجمنت دي نازله لتحت هنا اهوت ديبريزد في البريكاردايتس والمايوكاردايتس، ده التهاب في البريكارديوم، ده التهاب في عضله القلب المايوكارديوم، في الاتريال انفاركشن يعني جلطه في الشريان اللي بيغذي الاذين، اكسرسايز انديوز تاكيكارديا يعني واحد جاله زياده في ضربات القلب نتيجه لعب الرياضه يعني، تقوم تنزل وبعد ما يخلص الرياضه تطلع تاني تبقى نورمال يعني. اليفيتد يعني تبقى فوق، يعني السيجمنت ايه تبقى فوق هنا كده فوق اليفيتد. برضه في المايوكاردايتس بتبقى واضحه في الاي في ار الليد واي في ار الوصله بتاعت الاي في ار عند الرايت ار، وفي الفي 1 على الشيست، وفي الاترال انفاركشن برضه. يعني لو لاحظتوا حضراتكم يعني هي سواء ديبريزد او اليفيتد فهي في حالات الاتريال انفاركشن وفي المايوكاردايتس، المايوكاردايتس والاتريال انفاركشن. الانترفال بقى احنا خدنا الويفز خدنا السيجمنت قلنا الانترفال عندما تجتمع موجه مع سيجمنت يبقى اسمها انترفال، موجه مع سيجمنت يبقى اسمها ايه؟ انترفال. اجتماع الموجه مع السيجمنت يبقى اسمها انترفال، لو اجتمع موجه او اكتر او سيجمنت او اكتر، المهم يكون في موجه وسيجمنت في الانترفال دي. طيب نشوف الانترفال العادية المشهورين، البي ار انترفال او الانترفال بي ار انترفال. طيب البي ار انترفال دي نقيسها ازاي؟ قال لك سهل، البي ار انترفال من اول البي اول البي الى اول الكيو، يعني الزمن ده كده دي اسمها البي ار انترفال من اول البي الى اول الكيو. طب زمانها قد ايه؟ من 12 من 100 سكند الى 2 من 10 سكند، من 12 من 100 ل 2 من 10 سكند. 12 من 100 دول يعني 3 مربعات صغيرين كده، يعني هو المفروض المربع الصغير 4 من 100 الى 5 مربعات صغيرين، من 3 ل 5 مربعات صغيرين، او من 3 الى 5 سمول سكوير، سمول سكوير مربعات صغيرة دي الصغيره مش الكبيره. مهم، يبقى ده لو هي نورمال يبقى من 12 100 ل 2 من 10 سكند، ده النورمال ديوريشن بتاع البي ار. بي ار تاني موجه وسيجمنت، ده موجه وده سيجمنت، ده انترفل، يبقى من اول البي الى بدايه الكيو. طب لو الكيو مش موجوده يبقى من اول البي الى بدايه الار، نقول لغايه هنا كده، لو الكيو مش موجوده نحسب لغايه اول الار، يعني من اول البي لاول الار. طيب هي بتمثل ايه؟ يعني ده احنا استفدنا منها ايه؟ يعني تمثل ايه في رسم القلب ده؟ دي بتمثل طبعا البي تمثل الكوندكتيفيتي من الاس انود للفنتريكولار ماسل، يعني الكوندكتيفيتي في الاي في باندل اللي هو الباندل اوف هيس، يعني عباره عن اتريال ديبولاريزيشن مع اي في باندل كوندكشن. هذا يبقى البي ار انترفال اتريال ديبولاريزيشن اللي هو البي، والاي في كوندكشن اللي هو البي ار سيجمنت، ده الاي في كوندكشن توصيل في الاي في نود، هو ده الاي في كوندكشن الحته دي، وده البي ويب هي بتاعت الاتريال. الكيو تي انترفال، الكيو تي انترفال من اول الكيو الى نهايه التي، كل ده كده شوفوا اهو دي الكيو تي انترفال، اطلع كده معايا اهو كده كده من اول الكيو الى نهايه التي، كل ده كده ادي عندي ادي موجه وادي موجه وادي موجه وده سيجمنت وده موجه، طالما اجتمع موجه وسيجمنت في اي حاجه يبقى اسمها انترفال، من اول هنا لغايه هنا اسمها الكيو تي انترفال. تمثل ايه بقى؟ هي 4 من 10 سكند، تمثل التايم بتاع الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن بتاع الفنتريك. خلاص ما انا احسبها كده، ما هو ده كده الديبولاريزيشن بتاع الفنتريك، وده اسمه الريبولاريزيشن بتاع الفنتريك، يبقى تمثل الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن بتاع الفنتريك. اهميتها البي ار انترفال دي اللي تهمنا، البي ار انترفال مهمه اكتر من الكيو تي برضه، يعني لو اخذنا السيجمنت يبقى عندنا احنا الكيو تي سيجمنت بتاع ده، البي ار سيجمنت هي اللي تهمنا برضه، البي ار الاس تي سيجمنت سوري هي اللي تهمنا، لكن لو اخذنا الانترفال يبقى البي ار انترفال هي اللي تهمنا اكتر في رسم القلب، يبقى السيجمنت نعلق على الاس تي اكتر اس تي، لكن الانترفال نعلق على البي ار، دي الحاجات اللي تهمنا. هي طبعا النورمال بتاعها من 2 من 12 من 100 ل 2 من 10 سكند، ده الزمن بتاع الانترفال ده زمن،
لما يزيد اكتر من 2 من 10 يفكر في ايه بقى؟ ايرلي ساين اوف هارت بلوك، يعني ضعف التوصيل الكهربي في عضله القلب، لمعلومه مبكره. اترال هيبرتو، تضخم في الاذين الايمن. هاي فيجل تون، عصب الفيجا الشغال اعلى من المعدلات الطبيعيه الباراسمباثيك. او دراجز، اثار جانبيه لبعض الادويه زي الديجوكسين بتاع الهارت فيلير والبيتا بلوكر او الكينيدين، دي كلها ادويه الكينيدين دي تبع ادويه القلب برضه. او هايبركاليميا، زياده البوتاسيوم، هايبوثايروزم، نقص نشاط الغدد الدرقيه، نقص درجه الحراره. لو لقيته شورت اقل من 1200 سكند، لو لقيت زمانها اقل من 1200 سكند البي ار انترفال دي، افكر في سمباثيك اوفر اكتيفيتي واكسرسايز، ايفي نودال ريزم. يعني ايفي نودال ريزم يعني الاس نود ما عادش بيشتغل، والايفي نود اللي بيشتغل مكانه كبيس ميكر في القلب، يعني ده معنى كلمه ايفي نودال ريزم. او وولف باركنسون وايت سيندروم، ان احنا عندنا طبيعي ان النبضه بتيجي من الاتريوم تنزل للفنتكل عبر الاي في نود والاي في باندل. لا، هنا في المرض ده مرض النبضه بتيجي من عضلات الاتريوم مباشره تنزل على الفنتكل دون المرور بالاي نود، دون المرور بالاي نود. ده مرض كونجينيتال، ده حاجه كونجينيتال يعني. ابسنت ما هو الدار انترفال مش موجوده، يبقى حد من مكوناتها مش موجود، واهم المكونات اللي هي البي ويف، البي ويف مش موجود. طب امتى البي اوف تبقى مش موجوده وبالتالي البي ار تبقى مش موجوده اصلا؟ في الكومبليت هارت بلوك، خلاص مفيش توصيل كهربي في من الاتريوم للفنتكل، يعني في مشكله في الايفي نود. وبعض حالات الايفي نود ريزم، يعني بعض حالات الايفي نود ريزم يعني لما الايفي نود هو يكون قائد المسيره بدل الاس ان، بعض الحالات بتاعته بتلاقي البي ويف ابسنت. هنعرفها ان شاء الله الحالات دي، يعني كامل الامراض دي بتاعت القلب دي هنعرفها طبعا في محاضره اسمها الابنورمال اي سي جي. يبقى البي ار انترفال تاني هي ده من 12، عباره عن 3 ل 5 مربعات صغيرين، يعني من 12 من 100 ل 2 من 10 سكند. المربع الصغير الواحد ب 4 من 100، مربع عباره عن 1 ملم، هتعرفوا الكلام ده في العمل ان شاء الله. طب هي شورت مع نورمال بي، يعني البار انترفال بقت قصيره بس البي بقت نورمال، بي نورمال كده خلاص. ده في الولف باركنسون وايت سندروم، ده في الولف باركنسون وايت سندروم. طب شورت مع انفيرتد بي، ده في النودرزم، يعني الايفي نودرزم، يعني الايفي نود هو يكون قائد المسيره في القلب، تبقى شورت والبي اتقلبت، البي اتقلبت اهي، البي اتقلبت وبقت شورت بي ار انترفال اقل من 12 من 100 سكند، اقل من 3 مربعات صغيرين كده في العقل في الديوريشن كده، الزمن بتاعها كده. فيكسد ولونج، ده في الفيرست ديجري هارت بلوك، يبقى هي فيكس، هي طويله، يعني بقت طويله، بقت اطول من 5 مربعات، يعني اطول من 2 من 10 سكند، ده في المرحله الاولى ايرلي ساين اوف هارت بلوك. بروجريسيف لونج، يعني بتطول كل شويه، شوفوا ادي البي ار انترفال هنا قد ايه في الاولانيه، تعالوا بقى في الثانيه تلاقي طولت اكتر، الزمن بتاعها طول اهو، هي دي هاتوها هنا كده، شوفوا من اول ادى البي اهو، الله ما جاش بعدها بي، ما جاش بعدها ار، دي البي يا جماعه، دي البي، في ار وقعت هنا، وقعت بقت طويله خالص اهي. يبقى ده في السكند ديجري هارت بلوك تايب 1، يعني في مرحله ضعف التوصيل الكهربي بين الاتريوم والفنتكل، المرحله الثانيه. في هنا في دروب دي بيت زي ما انتم شايفين، في دروب دي بيت، يعني في نبضه كامله مش موجوده، كيو ار اس كامل مش موجود بتاع الفنتكل. هنا بتطول بالتدريج، لكن هنا وهنا بيقع، هنا النبضات بتقع على طول هنا من غير ما ندخل ولا حاجه، هنا فجاه وقعت النبضات دي. برده نوع تاني من انواع السكند ديجري هارت بلوك، اللي هو مفيش توصيل كهربي للاتريوم والفنتكل، المرحله الثانيه من التوصيل. مفيش توصيل خالص بقى، يعني ده ضعف توصيل للمراحل دي كلها ضعف، لكن هنا مفيش توصيل خالص بين الاتريوم والفنتركل، فبيسموها فيريانت بي ار انترفال. فيريانت بي ار انترفال لا علاقه بين البي والار ولا اي حاجه خالص، مفيش علاقه بين نشاط الاتريوم ونشاط الفنتكل. شوف ده البي، يجي بعدها اهوت ار، وبعدين التي مع البي، طب ما جاش بعدها هنا ار، مفيش ار ولا حاجه هنا خالص اهي، مش هنا وقعت، وبعدين هنا مفيش بي قبل الار دي، يعني هنا بي ما جاش بعدها كيو ار اس كومبلكس ولا تي، هنا في كيو ار اس كومبلكس بدا من غير بي، وهنا جه بعدها هنا جت البي بعد الكيو ار اس كومبلكس، اخر لخبطه مفيش تي اصلا. لما الدنيا تكون متلخبطه كده، ده مفيش علاقه بين الاتريوم والفنتكل، بيسموها اترو فنتريكولار ديسوشيشن، اللي هو ما عادش في انتظام بين الاثنين، دي الثيرد ديجري او الكومبليت هارت بلوك. فيرست والسكند اسمه بارشال هارت بلوك، المرحله الثالثه اسمها كومبليت هارت بلوك، ضعف التوصيل في الايفنت. الكيوتي انترفال بقى دي سهله، دي بتمثل الفنتريكولار
الكتريكال سيستول، يعني النشاط الكهربي اللي في الفنتكل اللي مسؤول عن انقباض الفنتكل، ده معناها الكيو تي انترفال. دي طبعا الكيو تي انترفال من اول الكيو الى نهايه الدي، تمثل الديبريشن زمن الديبريشن والريبريشن بتاع الفنتكل. الزمانها 4/10 سكند، الاهميه بتاعتها بتبقى طويله، يعني اكتر من 4/10 سكند. نقص البوتاسيوم، هايبوكاليميا في الميوكاردال اسكيميا، نقص التغذيه الدمويه عضله القلب، زياده البلاد بريشر، هايبر تنشن. شورت اقل من 4/10 سكند في الهايبركاليميا، زياده البوتاسيوم. ديجيتاليس توكسيتي، اثر جانبي لدواء الديجيتاليس بتاع علاج الهارت فيلير. تاكي كارديا، زياده ضربات القلب. سيفير هايبوكالسيميا، نقص الكالسيوم الشديد في الدم. دي الكيو تي انترفال. الكيو تي انترفال من اول الكيو، ده اول الكيو، دي الكيو فاين، يبقى دي البي، دي الكيو، اول الكيو الى نهايه التي، دي التي ويفي، يعني من اول الكيو لنهايه التي اسمها كيو تي انترفال. الكيو تي انترفال من نهايه الكيو، من اول الكيو الى نهايه التي. ده النورمال اي سي جي، يعني ده النورمال اي سي جي اللي احنا اتكلمنا عليه بكل الموجات والانترفالز وبتاع. انا هستأذن حضراتكم نكمل على طول الابنورمال عشان نختصر المحاضره الكبيره بتاعت الابنورمال دي. هناخد بس نكمل المحاضره كده بعض الابنورماليتيز في الاي سي جي. احنا كده خلصنا النورمال، نشوف الابنورمال اي سي جي. معايا دكاتره؟ دكاتره معاك دكتور. معاك يا دكتور. طيب نشوف الابنورمال اي سي جي، يعني هنشوف الاي سي جي. هو طبعا مش كل التغير في شكل الموجات او في البار انترفال او في السيجمنت يبقى دائما، مش دائما وابدا يبقى مرض. يعني ممكن يحصل، ممكن يحصل في حاله طبيعيه جدا، يعني واحد متنرفز هو مرض، انا اتنرفزت فجاه، يعني السمباثيك اشتغل فقام مزود لي ضربات القلب، فظهر في رسم القلب تغيرات مع النرفزه المؤقته دي، ده مش مرض. واحده ست حامل حصل تغيرات في شكل القلب، في شكل قسم القلب عندها، ده بحاجه مؤقته مع الحمل، هتختفي بالحمل. واحد طويل شكل قسم القلب بيختلف عن القصير، واحد رفيع عن السمين، وهكذا. دي حاجات كلها يعني، لكن طبعا هو ده المقصود بكلمه الاي سي جي تشينجز في الهيلث. هيلث يعني في الناس الاصحاء. وبعض الامراض، يعني بعض الامراض، يعني مش بالضروره يكون اي تغير في رسم القلب يبقى مرض. واحد بيلعب رياضه وعنده تضخم في البطين الايسر، اقول له انت مريض؟ هيقوم يضربني. ما بسم الله ما شاء الله عضلاته وبتاع يعني، وتقول له انت قلبك تعبان؟ قلبك تعبان ايه؟ ما يعني ربنا يعرفه بالعقل يا جماعه. يعني لازم تبقى توزن الامور. عشان كده احنا لا نكتفي. انت ممكن تشخص من رسم القلب اللي قدامك، لكن ما تنطقش، شوف تعمل، خدها نصيحه، ما تنطقش باي تغير في رسم القلب الا لما تشوف المريض قدام عينيك كلينيكيا. لان ممكن بعض العلامات اللي هي ممكن تظهر في حاله في الناس الاصحاء تظهر في بعض الامراض، فانت تقوم تشخص مرض والعين لما يجي لك بسم الله ما شاء الله، يعني ادي الباب كده ودخل لك بسم الله ما شاء الله، وجسم زي الفل واخر حلاوه والرياضه زي الفل، تقول ده انت عندك تضخم في البطين الايسر. طب ما هو الرياضيين عندهم تضخم في البطين الايسر طبيعي يعني، لكن لما يكون نتيجه الضغط مرتفع والعيان يا عيني كده من الداخل كده بقى غلبان وحالته ما تصرش كده، يبقى ده هو ده المشكله بقى. يبقى تضخم البطين الايسر مثلا لو علاماته ظهرت في رسم القلب مش بالضروره يكون مرض، ممكن يكون ارتفاع ضغط يبقى مرض، ممكن يكون واحد رياضي يبقى مش مرض. انتوا فهمتوا قصدي ايه؟ لازم تشوف المريض مع رسم القلب، ما تنطقش ولا تعلق على رسم القلب لما اذا كان المريض جنبك. يعني واحد جاب لك شريط رسم القلب كده وقال لك يا دكتور ده فيه ايه؟ قول له معلش هات لي العيان الاول، افحصه اكلينيكيا الاول. اتفقنا يا دكاتره؟ عشان ما تقعوش في اخطاء ما يصحش تقعوا فيها. اتفقنا؟ ايوه. الاي سي جي تشينج في الهيلث، وفي الهيلث في الصحه وسام باثولوجيكال كونديشنز، هنقسمهم في مشاكل في الريزميستي، يعني انتظام ضربات القلب، في مشاكل في التوصيل الكهربي في القلب الكوندكتيفيتي، وفي مشاكل في الكوروناري بلاد سبلاي، يعني في التغذيه الدمويه للقلب، ده المايوكارديال ليجن بقى. طب نشوف مشاكل الريزميستي، مشاكل انتظام ضربات القلب، يعني منتظمه ولا غير منتظمه ولا ايه الحكايه بالظبط. هنقسمها الى ساينس ريزم، يعني في مشاكل في انتظام ضربات القلب، بس لا زال الاس انود هو قائد المسيره في القلب. الاس انود اسمه ساينو اتريال نود، عشان كده اسمها ساينس ريزم. الاس انود لا زال هو قائد المسيره وهو البيس ميكر بتاع القلب. طب ايه اكتوبيك ريزم دي؟
اكتبك ريزم ان هناك بيس ميكر اخر، حته في القلب بدات تشتغل وتقود القلب، وتقود القلب بدلا من الاس انود. يعني في حته في القلب فقره فساد، اكتبك اهي، اكتبك يعني مكان اخر، مكان اخر في القلب غير الاس انود بدا يقود المسيره في القلب، وبدا القلب يمشي وراه بدلا من الاس انود. بدلا هناك بيس ميكر جديد طغى على الاس انود اسمها اكتوبيك ريزم. طب الحاله دي هندرس تحتها ايه؟ الاس انود هو لسه البيس ميكر، ساينس تاكيكارديا يعني زياده في ضربات القلب، ساينس براديكارديا يعني نقص في ضربات القلب، ريسبيراتوري ساينس اريزميا يعني تغير ضربات القلب المصاحب للشهيق والزفير. هل بتختلف ضربات القلب اثناء الشهيق والزفير ولا لا؟ اسمها ده كل ده فيهم حاجات طبيعيه وفي حاجات هم مش طبيعيه. يعني ريسبيراتوري ساينس اريزميا دي حاجه طبيعيه، تغير ضربات القلب المصاحب للشهيق والزفير ده طبيعي. لكن التاكي كارديا والبرادي كارديا دول ممكن يكون السبب طبيعي وممكن يكون اب نورمال، مشكله مرضيه يعني. هنشوف. يبقى ده الساينس ريزم احد ريزمست تشينج في التغيرات في ضربات القلب. الاكتوبيك ريزم بقى ان لما يكون هناك مكان اخر في القلب غير الاس انود هو بيقود المسيره في القلب، هو اصبح البيس ميكر الجديد. فلو كان الايفي نود هو اللي هيبقى البيس ميكر الجديد فاسمها ايفي نود ريزم. اذا كانت هناك بؤره كهرباء زايده في القلب، نشاط كهربي زايد في القلب في مكان غير الاس انود اسمها اكسترا ستور، سواء كانت الحته دي في الاتريوم او في الفنتكل او في النودل تيشو. باروكسيزمال تاكيكارديا دي زياده منتظمه في ضربات القلب، هنعرفها برضه سببها ايه. اتريال فلاتر دي زياده برضه منتظمه، ده زياده غير منتظمه. اتريال فايبريليشن دي الريجولار هارت ريت، اتريال فايبريليشن. فينتريكولار فايبريشن دي ده العيان اباوت تو بي داي، يبقى العيان ده مشرف على الوفاه، على الموت على طول، ده مشكله كبيره في القلب. فينتريكولار فايبريشن يبقى ده كلها دي ريزمست تشينج. تعالى بقى لمشاكل التوصيل الكهرباء بين الاتريوم والفنتريكل. ان يكون اصلا البدايه ما طلعش نبضه من الاس نود بس مصين اتريال بلوك، ما اشتغلش الاس نود. طيب افرض الاس نود اشتغل بس ما توصلش شغله ده، ما نزلش للفنتريكل اللي اسمه ايفي نودال بلوك، مشكله في الايفي نود، ما وصلش النبضه في الاتريوم الى البنت. طب افرض الدنيا كلها سليمه، الاس نود والايفي نود سليم، لكن النبضه ما مشيتش في الباندل برانش الرايت والليفت باندل برانش اللي بيغذهم البنت، يبقى اسمه باندل برانش بلوك. طيب نيجي للمايوكارديال ليجن اللي هو الكوروناري انسفشنسي او قصور في الدوره الدمويه في الشريان التاجي. في مشكله والله، هي لو الشريان التاجي كميه الدم فيه قلت حاجه بسيطه مايلد يعني بس كمين، اكتر شويه قل اكتر بقى مودريت انجري، اتقفل الشريان خالص اسمها نيكروزس او انفاركشن. نيكروزس او انفاركشن ادي الامراض او الابنورمال اللي هنشوف فيهم، الامراض دي اللي هنشوف فيهم الابنورمال اي سي جي. او ده النورمال ساينس ريزم اللي قدام حضراتكم، يعني ده الطبيعي بقى. ده بي كيو ار اس تي بي، وده تي، وده بي كيو ار اس تي، وده تي، وده ده النورمال قدام حضراتكم اهو، يعني ده النورمال اي سي جي. ساينس يعني ان الاس نود هو لسه قائد المسيره، افتكروا الكلمه ساينس يعني جاي من ساينو اتريانو، هو اللي لسه بيقود المسيره في القلب، وهي المشكله فيه هو بقى في الاس نود نفسه. هتلاقي ساينس تاكي كارديا ضربات القلب شوفوا كده، ده المعدل اهو زادت اهي، زادت في نفس الوقت او في نفس الزمن ده، شوف زادت ضربات القلب، اسمها ساينس تاكي كارديا. سميناها ساينس ليه؟ في زياده في ضربات القلب عن المعدلات الطبيعيه ولكنها منتظمه. اعرف الانتظام ازاي زي ما هتعرفوه في العمل معانا ان شاء الله. بصوا قيسوا المسافات كده بين الار دي، اهو دي الار ودي الار، الار دي والار دي، قيس المسافه دي بالمسطره حتى، وقيس دي كده دي كده، وقيس دي كده الار اللي بعديه، وقيس دي كده الار اللي بعديه، هتلاقي المسافات دي متساويه بين كل ار والثانيه كده، الزمن متساوي. طالما الزمن متساوي بين كل ار والثانيه يبقى ده منتظم، يبقى ده اسمه ساينس تاكي كارديا. طالما منتظم يبقى ساينس، طالما منتظم يبقى ساينس، كل الساينس منتظم. شوفوا اهو المسافات دي زي بعضيها، دي قد دي اهو، ده منتظم يبقى ساينس. ضربات القلب بقى الطبيعيه يبقى نورمال، ضربات القلب زادت وهو منتظم يبقى ساينس تاكي كارديا، ضربات القلب قلت وهو منتظم يبقى ساينس برادي كارديا اهو. شوفوا مقارن ده النورمال، وادي اهو ضربات القلب قلت اهو في نفس الزمن ده وفي نفس الزمن ده كده، فاهو اهو ضربات القلب قلت عن المعدلات الطبيعيه، اسمها ساينس برادي كارديا. برادي كارديا ساينس ليه؟ كلمه ساينس ليه؟ عشان منتظم. المسافات دي قد بعضيها، دي زمن بين ده وبين ده قد الزمن اللي بين ده وبين ده. يبقى لو عديت المربعات، حتى عد مربعات ده كده اهوت، عدها وعد المربعات دي هتلاقيهم هم هم يعني، وهكذا عدد المربعات ده. يبقى ده ساينس برادي كارديا، وده ساينس تاكي كارديا، وده نورمال ساينس ريزم.
يبقى الساينس اريزميا لخبطه في ضربات القلب، اريزميا لخبطه في ضربات القلب، هنا في مشكله في ضربات القلب، بس لا زال الاس ام هو البيس ميكر اوف ذا هارت. دي الساينس نورمال ساينس ريزم، ده الطبيعي قدام حضراتكم اهو، ده الطبيعي منتظم اهوت، مسافات متساويه بين الار والار اللي بعديها كله قد بعض اهو. وهنا تلاقي الهارت ريت نورمالي في العدد الطبيعي بتاعه، هتعرفوا انتم معانا ان شاء الله نعرف الهارت ريت كام من الاي سي جي. يعني مبدئيا احنا بنقسم 300 على عدد المربعات الكبيره بين اتنين ار وبعض. بص كده، دي المربعات الكبيره حوالي 3 مربعات ونص اهم، انتم تقسم 300 على 3 ونص يطلع الهارت ريت. تقسم 300 على عدد المربعات الكبيره اهو بين الار والار اللي بعدها، تعد مربعات الكبيره، ده 1 2 3 وده 4 تقريبا، لو قسمت 300 على 4 يطلع حوالي 75، الا وهم اللي هم مين؟ نورمال هارت ريت. 75 يبقى نورمال، ده تقريبا طبيعي عدد يعني. ساينس تاكي كارد، شوف اهم كلمه ساينس دي يبقى منتظم، شوف المسافات بين الار والار بعضيها زي بعض يعني، يبقى ريجولار منتظم، شوف المسافات بين الار كلهم زي بعض منتظمه، يبقى ده ريجولار. لكن العدد زايد يبقى تاكي كارد. ساينس يبقى منتظم، يبقى المسافات بين الار والار بعضها زي بعضيها او كده الى حد ما. بعد كده برادكارديا يبقى العدد قليل، العدد قليل اهو، العدد مقارن بالطبيعي يبقى قليل، يبقى ساينس برادكارديا. يبقى الساينس ريزم ده ممكن يكون في السيولوجيكال. الهارت ريت بيبقى اكتر من 100 بيت بير مينيت، على اعتبار ان في بعض التكست بتقول ان النورمال هارت ريت من 50 الى 100، ده الطبيعي، وفي ناس بتقول من 60 ل 90، مش هنختلف، يكون متوسط 70. احنا نقول تاكي كارديا لما يكون اكتر من 100 بيت بير مينيت، يعني ده عدد ضربات القلب اكتر من 100. نورمال شيب اوف ذا ويف، هنا الموجات شكلها طبيعي يا جماعه، بس العدد هو اللي زايد. الموجات شكلها طبيعي خالص، مفيش مشكله في شكل الموجات، الشكل الطبيعي، بس العدد هو اللي زايد. ده الهارت ريت نورمال شيب. البي ار انترفال طبعا هتقصر الزمن، مش انت عندك ضربات كتيره في الدقيقه، يبقى الزمن بتاع كل حاجه كل الاي سي جي زمنه هيقصر. البي ار انترفال هتبقى اقصر من 12 من 100 سكند، والكيوت انترفال تبقى اقل من المعدات الطبيعيه، والامبلس اللي زالت تطلع من الاس اي نود، عشان كده اسمه ساينس يبقى تطلع من الاس اي نود. يبقى الساينس تك كارد قدام حضراتكم هو سهله خالص اهي، والزمن كل الزمن بين كل واحده والثانيه طبيعي، وعدد الضربات يبقى هو اعلى من المعدلات الطبيعيه، ولا زال الاس اي نود هو قائد المسيره في القلب، هو ده الاس اي نود قائد المسيره، يبقى ساينس. ضربات زايده عددها كتير يبقى تك كارد، سهله خالص تشخيص الساينس تك كارد. ده النورمال اي سي جي قدامكم اهوت على سبيل المثال، ده النورمال، وادا مين؟ ادا الساينس تاكي كارديا. شوف في نفس العدد، في نفس الزمن، مش ده الزمن اهو، ده الزمن اهو، في نفس الزمن العدد زاد اهو، هنا كانوا ثلاث ضربات، هنا 1 2 3 4 5، منتظم اهو، منتظم المسافات بين الار والار اللي بعديها كله زاد بعض اهوت، يبقى ده منتظم، يبقى ساينس، منتظم يبقى ساينس، زايد يبقى تاكي كارديا، يبقى سهل التشخيص، ساينس تاكي كارديا. اسباب الساينس تاكي كارديا ايه بقى؟ يا اسباب شوفهم، هتلاقي السمباثيك زايد شويه في حاله الاكسرسايز والايموشن، طب ما ده في السيولوجي، ده مش مرض ولا حاجه، اكسرسايز وايموشن، واحد يتنرفز ولا بتاع ايموشن، ماس اكسرسايز. نقص الفيجال تون في الاطفال، هو الطفل ده مرض يعني؟ يعني حديث الولاده عندهم الباراسمباثيك قليل شويه فضربه قلب زايده. هايبر دايناميك، هنا بقى الامراض بقى، هايبر دايناميك سيركيوليشن، ده الامراض، دي الاسباب الباثولوجيه، واحد عنده حمى، فيفر، ارتفاع درجه حراره الدم، انيميا، نقص الهيموجلوبين او كرات الدم الحمراء، سايروتوكسيكوزيس، زياده نشاط الغده الدرقيه، هرمون الثيروكسين زايد، كونجستيف هارت فيلير اللي هو هبوط القلب الاحتقاني، والشوك اللي هو انخفاض الضغط الشديد، الضغط بقى قليل جدا في الدوره الدمويه، بالمونري امبوليزم، جلطه في الشريان الرئوي، هايبوكسيا، نقص الاكسجين، دايابيتس كيتو اسيدوزيس، دايابيتس كيتو اسيدوزيس يعني دي واحد في غيبوبه، خلي بالكم يعني زياده الكيتون بادس في مرضى السكر، ده يدخله بغيبوبه. بين وانكزايتي، واحد عنده الم او الم بس الم خفيف، المايلد بين، الالم الخفيف بيعمل تاكي كارديا، الالم الشديد بيعمل برادي كارديا. والانكزايتي اللي هو الارق والقلق والتوتر. يبقى ده الساينس تاكي كارديا، خلصنا واسبابها سواء كان فيسيولوجي او باثولوجي. ندخل على الساينس برادي كارديا. ساينس يبقى الاس نود هو قائد المسير، برادي يبقى عدد ضربات القلب اقل من 50 ضربه في الدقيقه او اقل من 60، يبقى الامبلس اقل من 50 او 60 يا جماعه، يبقى اس نود هو قائد المسير، يبقى ساينس ضربات القلب اقل من 60، يبقى عرفنا ليه.
هنا طبعا طالما ضربات القلب كده بقت هاديه يبقى الزمن بتاع كل الحاجات ده هيبقى طويل، لونجر، بي ار انترفال وكيو تو انترفال. اسبابه بقى الباراسمباثيك اللي شغال ومقلل ضربات القلب كده، مقللها، ده ساينس بادي كارد. زي الاسلتس، الاسلتس هنا ديورنج الريست مش اثناء الاكسرسايز يا جماعه، الرياضيين اثناء الراحه، الرياضيين اثناء الراحه مش اثناء الماتش، مش اثناء اللعب بتاع الرياضه. الرياضيين اثناء الراحه عندهم برادي كارديا، ودي حاجه جميله جدا على فكره، ده فيزيكال فيتنس، ده لياقه بدنيه، لياقه بدنيه ان يكون عندك برادي كارديا بس تكون رياضه مش برادي كارديا نتيجه اسباب اخرى زي البلاوي دي. دراجز لارج دوز من ديجيتاليز او ريزربين. ريزربين ده اللي هو ايه؟ حد فاكر ريزربين ده اللي هو ايه؟ يا مسهل، ريزربين ده سمباسوليتك دراجز، يعني بيعطل عمل السمباساتك. والديجيتاليز ده الدواء بتاع علاج الهارت فيلير، لو اخدت لارج دوز تدخل في بريديكارديا. الانفكتيف فيفر يعني الحمى الناتجه عن العدوى زي التيفويد اللي بتصيب الجهاز الهضمي، والدفتريا بتصيب الجهاز التنفسي. هايبوثيروديزم، نقص نشاط الغده الدرقيه، دي اسباب الساينس بريديكارديا. منها ما هو فيسيولوجي اهو اسلت، ومنها ما هو باثولوجي اهو ساينس برادي. قلنا ان الاس سي نود اقل من 60 ضربه هو نورمال، الاس جي شكله طبيعي، الشكل طبيعي، ولكن العدد هو اللي قليل بس. لسه الاس نود هو قائد المسيره في القلب، الاس نود هو قائد المسيره في القلب، هو اللي بيقود القلب. بس كل الحاجات دي اثرت على الاس نود اللي هي الاسباب دي. هذا النورمال اهو، ده النورمال، وهنا قال لو شوف الزمن بقى طويل اهو بين كل ار والار وبين كل ضربه والضربه اللي بعدها، يبقى الزمن هنا زاد اهو، الزمن زاد اهو بين كل ضربه والثانيه، وعدد ضربات القلب قلت. الساينس براديكال ومنتظمه، المسافه دي قد المسافه دي، ده منتظم ساينس. ريسبيراتوري ساينس اريزميا يعني لخبطه في ضربات القلب، لا تزيد او تقل ضربات القلب مع التنفس شهيقا او زفيرا. ضربات القلب بتزيد اثناء الانسبيريشن الشهيق وبتقل اثناء الاكسبيريشن الزفير، هو ده اسمها ريسبيراتوري ساينس اريزميا، يعني لخبطه في ضربات القلب اثناء الشهيق والزفير. ولا زال الاس اي نود هو البيس ميكر، ده معنى كل كلمه يعني. يبقى الامبر صرع من الاس اي نود يبقى ساينس، ولكن الهارت ريت زايد اثناء الشهيق ويقل اثناء الزفير، زايد او يقل دي اسمها اريزمي، شهيق وزفير يبقى ريسبيرات نورمال شيب شكلهم طبيعي، لكن البي ار والكيتو انترفال بتبقى قصيره اثناء الانسبيريشن عشان زياده ضربات القلب بتبقى زايده، بتبقى طويله اثناء الزفير عشان ضربات القلب بتبقى قليله. ونورمال في اليونج بيرس، الكلام ده ممكن تلاقيه طبيعي في اليونج بيرس. شوف كده، ادى الاكسبيريشن وادى الانسبيريشن، ماذا حدث؟ ضربات القلب في الاكسبيريشن بتبقى اقل من المعدات الطبيعيه وبتبقى ازيد، نشوف هنا تحت اوضح. هذا في الاكسبيريشن، شوف الزمن بقى طويل اهو، اكسبيريشن زمن طويل اهو، يبقى ضربات القلب قلت. وهنا الزمن قصير اهو في الانسبيريشن، وهنا الزمن طويل اهو في الاكسبيريشن، ضربات القلب قلت في الاكسبيريشن وزادت اثناء الانسبيريشن، زادت في الانسبيريشن وقلت في الاكسبيريشن، هو ده اسمها ريسبيراتوري ساينس اريزمي. يبقى اثناء الانسبيريشن ضربات القلب سريعه اهي، طب اثناء الاكسبيريشن بقت تبقى بطيئه اهي. هنا الميكانيزم هنعرفه ان شاء الله بالتفصيل اكتر لما ندخل في الكارديولوجي، لكن مبدئيا واثناء الانسبيريشن بيحصل حاجات تزود ضربات القلب، بتقلل الزمن، وده في الانسبيريشن ضربات القلب بتبقى زايده ويقل الزمن بتاع كل الويفز وكل الحاجات دي. ايه اللي بيزود الهارت ريت ضربات القلب اثناء الانسبيريشن؟ في ميكانيزم يخص الجهاز العصبي المركزي اسمه سنترال ميكانيزم سي ان اس، بيبقى في اثناء الانسبيريشن بيبقى في اكتف ريسبيراتوري سنتر بيبقوا نشطين، فينشطوا السنتر اللي جنبهم اللي هو خاص بزياده ضربات القلب اسمه كارديو اكسلراتوري سنتر، ده بيزود ضربات القلب، يعني ده ينشط ده جنبه جيران، دول جيران جنب بعض في المخ في المظله، يعني مظله اوبلونجيه. ريفرال ميكانيزم ان اثناء تمدد الرئه والانفليشن بتاع الفيرايد، تمدد الحواسات الهوائيه في الانسبيريشن في الشهيق، بننشط الاسترتش ريسبتور، هيطلع عصب الفيجاس يحمل هذه الرساله الى منطقه المظله اولونجاتا، هنا بيشتغل كسنسوري، سنسوري حامل الرساله فقط من الريسبتور الى منطقه المظله، هيروح للمظله يعمل انهيبيشن للكارديو انهيبيتوري سنتر،
هذا المركز بيقلل ضربات القلب، لما تعمل له انهيبيشن ضربات القلب بتزيد. مركز الكارديو انهيبيتوري سنتر في المظله ده، وده كارديو اكسلراتوري، ده بيزود ضربات القلب، لكن ده عكسه، ده بيقلل ضربات القلب، فانت عملت له انهيبيشن ضربات القلب هتزيد عن طريق الميكانيزم ده. بين بريدج ريفلكس ده المشكله هنا في البين بريدج ريفلكس، لما بيزيد الانترا ثوراسيك نيجاتيف بريشر، يعني لما بيبقى البريشر نيجاتيف في منطقه الصدر، ده بيسحب الدم من الجسم كله تحت مسمى زياده في الفينوس ستير ناحيه القلب، يعني يدخل دم كتير القلب. لما يدخل دم كتير القلب بيقوم ينشط المستقبلات اللي موجوده في الرايت اتريوم، الجزء الايمن في القلب. فلما المستقبلات تتحفز في اسمها بارو ريسبتور في الرايت اتريوم، يعني لما تتحفز هذه المستقبلات، عصب الفيجاس يحمل هذا الاحساس من الرايت اتريوم متجها الى الكارديو اكسيتو سنتر في المظله فينشطه، فلما ينشطه ضربات القلب بتزيد، لان المركز ده اللي بيزود ضربات القلب في المظله. هذا الميكانيزم ازاي بيزيد ضربات القلب اثناء الانسبيريشن، ده الميكانيزم بتاعها. طبعا العكس بيحصل في الاكسبيريشن. طبعا كل اللي فات ده اسمه ساينس اريزميا، يبقى اللي فات ده اسمه ساينس اريزميا، امال ماذا؟ نكمل دي بقى ان شاء الله المحاضره القادمه ان شاء الله، يعني عشان بس الزملاء اللي بعدنا في المحاضره. اي استفسار يا دكاتره في اللي انا قلته ده؟ دكاتره واضح دكتور، يعني هو رسم القلب من الحاجات الظريفه اللي بتتفهم، يعني موضوع مش عقده، يعني لو فهمناه وفهمنا البيزكس بتاعته مش مشكله، ولما تشوفوه في العمل هتستمتعوا اكتر ان شاء الله. اي استفسار يا دكاتره؟ يعطيك العافية دكتور، الله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم.